أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي النهاردة من 76 سنة كانت الجيوش العربية بتزحف على فلسطين بعد يوم واحد من إعلان نكبة فلسطين أو إعلان قيام دولة إسرائيل 15 مايو 1948. كانت الحماسة والثقة في النصر كبيرة جدا. كان الملوك والرؤساء العرب هم بنفسهم بيحشدوا المعركة وبيزوروا الجنود على الجبهة وبيتابعوا أخبار المعارك على الأرض زي الملك فاروق كده. شوف الملك فاروق، أخدت بالك أنت من المذيع سخنان علينا إزاي؟ أخدت بالك؟ يعني حماس بقى، أخدت بالك من المزيكا اللي وراه؟ تحب تسمعها تاني؟ على فكرة ده كان وش القفص بس، إنما الحقيقة بقى تحت كان في اختلافات ومكائد وخيانة بتتم، كان في نقص تدريب ونقص سلاح، وكل ده أدى للنكبة الحقيقية. مش بس هزيمة الجيوش العربية، لا، واستيلاء إسرائيل على 75% من أراضي فلسطين المحتلة بعد ما كانت يدوب واخد حوالي 9% قبل ما يتدخل العرب. تخيل، خد شوف الفيلم ده كده. في سنة من السنين كنت قريت مقال للواء مدكور أبو العز، ده واحد من الضباط اللي حاربوا في 48، وأنا فاكر المقال ده كويس. وقال اللي هو أبو العز إنه كان في جيوش جاية في 48، لكن شاءت إرادة السماء إن هذه الجيوش ما توصلش، وده كان من حسن حظنا. الله، دي جيوش عربية يا سيادة اللواء، من حسن حظنا ما توصلش فلسطين. قال الحمد لله إنها ما وصلتش. ليه يا معلم، في حاجة ولا إيه؟ قال لك كانوا جايين حفاة عراة بخناجر وأسلحة وسيوف، كنا ملط. إن المعلومة التانية بقى عبارة مذكرات مشي ديان عن حرب 48، هتكتشف إن الجيوش العربية دي بتاعت مصر والعراق والأردن ولبنان، الأشاوس الغر الميامين، كانوا بيحاربوا عصابات، أو والله العظيم عصابات. يعني لا مشي ديان لا إسحاق شمير ولا كل مجرمين إسرائيل اللي استولوا على الأرض دي كان فيهم حد خريج حربية. أفاجأك صح؟ فجئت. ما كانش فيهم حد درس نظريات عسكرية خالص. عيال عصابات جايين من أوكرانيا أو من الإمبراطورية الروسية اللي كانت عريضة وقتها، وجايين بتوع عصابات بس، بتوع خطف ونهابة. يعني العيال النهابة دي وقفت قدام جيوش منظمة ودعكتها، العراق، مصر، سوريا، لبنان، الأردن. العيال دي مسكت الجيوش دي، جيوش يا معلم، وهم على 9% من الأرض، ما فيهمش واحد يعني خد دورة تدريبية في حتة. كان أغلبهم، يعني الغالبية القصوى منهم، فلاحين جايين من أوكرانيا أو من روسيا، إشكناز يعني. كانت إسرائيل بعد المعركة دي في قمة انتشائها بالنصر والأمل في استمرارها كقوة ضخمة في المنطقة، بمساعدة طبعا الدول العظمى إنجلترا وأمريكا. بالمناسبة ما كانش عندهم مساعدات عسكرية زي اللي حصل دلوقتي، لكن دلوقتي وبعد 76 سنة وبالتحديد في معركة 7 أكتوبر، إسرائيل وكل عملائها بيعيشوا أكبر نكبة لمشروعهم الصهيوني ده الاستيطاني من سنة 48. مش بس إسرائيل، إسرائيل قدمت نفسها للغرب على إنها هي واجهة الغرب، هي الامتداد الحضاري للغرب في هذه المنطقة المليئة بالخرائب. إسرائيل بتشوف نفسها هي قطعة من الغرب موجودة في منطقة وحشة جدا، عشان كده الغرب واقف معاها. النكبة اللي عايشها إسرائيل عايشها الغرب، عايشها أمريكا. إسرائيل بتعيش نكبة عسكرية ما عرفتهاش في كل حروبها مع الجيوش العربية، سواء في خسائرها في الأفراد أو المعدات أو لتلقيها الذل والإذلال على يد بقى مجموعة من الشباب لابسين شباشب وترنجات، حضرات السادة، من عصابات صهيونية انتصرت على 4-5 جيوش عربية منظمة وعاست وعملت مذابح بأشقة على دير ياسين. النهاردة بعد 76 سنة بتعيش ذل ونكبة وهي بمساعدة كل الدول العالمية قدام شباب لابسين شباشب. ادي الجراف ده في ذكرى النكبة، إسرائيل من الميلاد إلى الهزيمة. اجتياح عسكري فلسطيني لأراضي 48 لأول مرة، أكبر عدد من الخسائر البشرية، قتلى وجرحى وأسرى منذ النكبة.
أكبر حجم من الخسائر في المعدات العسكرية على يد الفلسطينيين منذ النكبة، اختراق نظرية الأمن الإسرائيلي وضرب مدن الداخل بالصواريخ. لأول مرة مواجهة إسرائيلية فلسطينية لبنانية يمنية عراقية منذ النكبة. نكبة مش أنا اللي رصدتها، عشان هتقول لي أصلك أنت متحيز للفلسطينيين. يا عم ده كل الصحف ووسائل الإعلام العالمية رصدت النكبة دي واعترف بيها قادة إسرائيل العسكريين. نشوف كده الول ستريت. الول ستريت طلعت تقول إسرائيل تورطت. إسرائيل تورطت يا جماعة. تحول حماس إلى تكتيكات حرب العصابات يثير شبح الحرب الأبدية بالنسبة لإسرائيل. تستخدم حماس تكتيكات الكر والفر ومجموعات أصغر من المقاتلين لإظهار قدرتها على القتال لأشهر إن لم يكن لسنوات. وبعد مرور 7 أشهر الحرب لا تزال حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، مما يثير المخاوف في إسرائيل من أنها تسير نحو حرب إلى الأبد. وتستخدم الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية شبكة أنفاقها وخلاياها الصغيرة من المقاتلين ونفوذها الاجتماعي الواسع ليس من أجل البقاء فحسب، بل أيضا لمضايقة القوات الإسرائيلية والهجوم بشكل أكثر عدوانية. وتطلق المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات على الجنود الذين يحتمون في المنازل وعلى المركبات العسكرية الإسرائيلية يوميا، حسب ما قال جندي احتياطي إسرائيلي من فرقة الكوماندوز 98 التي تقاتل حاليا في جباليا. ده الول ستريت، أنا ما جبتش حاجة من عندي. نروح للنيويورك تايمز. إحباط في الجيش الإسرائيلي بسبب حماس. آدي النيويورك تايمز. إحباط في الجيش الإسرائيلي من نتنياهو بسبب إعادة حركة حماس تشكيل صفوفها وتزايد المخاطر التي واجهها الجنود. الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك قال لا نملك الانتصار على حماس واستمرار الحرب يعني انهيار الجيش وانهيار الاقتصاد. الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس، ودخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرات الجيش، واستمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار الجيش الاحتياطي والاقتصاد. إسحاق بريق لواء احتياطي بالجيش الاحتلال. نتنياهو نفسه طلع يعترف قدام العالم كله أننا دفعنا أثمان غالية جدا وحتى الآن في فشل في تحقيق النصر. أدي نتنياهو واعترافه بعظمة لسانه. دفعنا أثمان باهظة جدا، وخلاصة الحرب في النهاية إما إسرائيل أو حماس. إسرائيل مش بس بتعيش نكبة عسكرية، لا دي كمان بتعيش نكبة سياسية وقانونية دولية. فلأول مرة بيتحاكم قادتها أو تحاكم إسرائيل وقادتها قدام محكمة العدل الدولية، والأول مرة بتحس نفسها معزولة، وكل يوم والتاني تطلع دولة تعلن قطع العلاقات بينها وبين إسرائيل. شوف الجراف ده في ذكرى النكبة سياسية وقانونية. أكبر هزيمة سياسية لقادة إسرائيل بسبب عملية 7 أكتوبر. أسوأ فترة من الخلافات السياسية والانقسامات داخل دوائر الحكم. أسوأ فترة في العلاقات مع الحلفاء الولايات المتحدة والغرب منذ النكبة. إسرائيل وقالتها لأول مرة يواجهون الملاحقة القانونية في محكمة العدل الدولية. تزايد الدول التي تقطع علاقتها بإسرائيل وآخرهم كولومبيا. في كلمة رائعة ألقاها الرئيس الكولومبي بيحيي فيها المقاومة وبيحيي أطفال غزة وبيعلن قطع العلاقات مع إسرائيل. إسرائيل لأول مرة بتعيش نكبة مش بس عسكرية زي ما استعرضنا ولا سياسية وقانونية زي ما جبت لكم، لكن بتعيش نكبة اجتماعية واقتصادية. انهيار حرفي في الاقتصاد وفي حركة نزوح لاجئين إسرائيليين ضخمة من الشمال إلى الجنوب. شوفها في الجراف ده، الجراف حضرات النكبة الاجتماعية والاقتصادية. تهجير آلاف الإسرائيليين من شمال إسرائيل وجنوبها بسبب الحرب. انقسام حاد في الشارع الإسرائيلي وشلل في مظاهر الحياة. رحيل وهجرة عدد كبير من الإسرائيليين خارج إسرائيل. خسائر اقتصادية فادحة وشلل في الداخل بسبب الحرب. ده غير ظاهرة هروب الإسرائيليين برا البلد، وده اللي خلى نتنياهو يستورد شعب من برا، لأنه خلاص البلد هتنهار. وعشان البلد ما تنهارش نتنياهو قرر يستورد ناس من برا. نتنياهو بيقول ستزيد إسرائيل ستزيد حصص العاملين الأجانب بقدر كبير. ده اللي قاله نتنياهو وده اللي نشر قدام حضرتك. الأخطر بقى في النكبة الاجتماعية الانقسام المجتمعي الرهيب بسبب الحرب. وبقى عادي تشوف مشاهد قمع في المظاهرات المعارضة للحرب واللي بتطالب بتحرير الأسرى، بتشوفها كل يوم على الشاشات. واحد صهيوني جدا، تخيل صهيوني قوي
ده الراجل ده مره تقريبا على ما اذكر هدد بضرب السد العالي تقريبا. تخيل الراجل ده بيقول عن الحرب دي وعن نتنياهو. الراجل ده اهو يا بيه ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي، الراجل ده هدد مره بضرب السد العالي المصري. قال لك مجلس الحرب يسير باسرائيل نحو الضياع، وحركه حماس وزعيمها يحيى السنوار يديران الحرب من الانفاق افضل من نتنياهو. ده صهيوني صهيوني. ده مره لطش معانا كده وقال لك انا هضرب السد العالي. هنا نروح لاخطر هزيمه بتحصل لاسرائيل، وهي نكبه الصوره او ديه الايمج اللي كانت عاملاه اسرائيل، البلد اللي قامت على وهم الديمقراطيه. الصوره دي اتكسرت، ان اسرائيل كانت بالنسبه للغرب شبه الغرب، ديمقراطيه زي اي ديمقراطيه في العالم الحر، وانها القوه التي لا تهزم. عشان تيجي 7 اكتوبر وتحطم الصوره دي على ايدي المذابح اللي حصلت وعلى يد شويه طلاب. 7 اكتوبر مش بس فضح اسرائيل وكشف هشاشتها، ومش بس فضح القاده العرب، لا، 7 اكتوبر فضح وهم العالم المتحضر. العالم اللي كان بيبكي على نمله انت دوست عليها، او على قطه وقعت من على سور، او على حمار اعرج. العالم اللي عمل حقوق لكل حاجه في الدنيا ودافع عن اي حاجه، حتى الجماعه اللي اتقلبوا الناحيه الثانيه، مش مهم، لان بقى في احترام للانسان. الانسان قيمه في الحضاره الغربيه. 7 اكتوبر فضحت الكذبه دي، وان الغرب لا يحترم حد، اخرهم الراجل الامريكي اللي جبناه امبارح، السناتور اللي قال في الكونجرس الامريكي انه يجب ضرب فلسطين وغزه، ضرب غزه تحديدا يعني، بقنابل زي هيروشيما ونجازاكي. ده العالم متحضر. طب قول ده راجل يعني موتور وتبع الصهاينه، ما بالك انت بقى اوروبا. شفنا ازاي 7 اكتوبر كشف وعرى للعالم وحشيه الشرطه في كل حته في بقاع الارض. في ذكرى النكبه اسرائيل من الهزيمه الى النكبه، بص بقى في الصوره والسرديه. تهاوى اسرائيل، صوره اسرائيل الدوليه كدوله قويه لا تهزم. ترسيخ صوره اسرائيل كدوله انتهاكات واباده. تعاظم الرفض والمقاطعه لاسرائيل بسبب حركه الطلاب ضدها. حضرات الساده، الحقيقه ما حدش كان يتصور انه هيجي يوم علينا ونشوف ناس بيض بيطلعوا بمظاهره، فتطلع الشرطه المتحضره اللي بتدافع عن حقوق النمل الابيض والنمل الاسود، وتتعامل مع المظاهرات دي بوحشيه وكاننا بالظبط بالظبط في دوله شرق اوسطيه. انا هجيب لك دلوقتي فيديو من هولندا. هولندا حاجه حلوه قوي. هولندا بلد الحشيش، بلد المناظر الطبيعيه، بلد اي حاجه حلوه. هولندا الشرطه فيها لا تقل اجرام عن الشرطه في مصر. مش بس هولندا، مدريد. اتفرج حضرات الساده عن فض اعتصام في هولندا وفي مدريد وكيف تتعامل الشرطه معاه. اسرائيل هي وحلفائها اتكشفوا، واتكشف ان الحضاره قشره. طالما هي قدام الاهداف بتاعتهم وبتدافع عن العرب او عن فئه مستضعفه مش اوروبيه ولا امريكيه، يبقى لازم يتضربوا بالنجازاكي او زي نجازاكي وريشيما. اسرائيل السنه دي لاول مره الحقيقه ما تكونش او ما تحتفلش بقيام دوله اسرائيل، لانها بتعيش احساس النكبه. لاول مره منذ قيامها اسرائيل لا تحتفل بذكرى 48. نسمع الاستاذ حسين عبد الغني بيتكلم عن النكبه. مساء الخير. النهارده يوم 14 مايو هو دايما اكتر يوم حزين في ايام السنه، في السنه في الوقت ده من السنه قبل 76 سنه انشئت دولة اسرائيل الغاصبة على معظم اراضي فلسطين التاريخية، بس السنة دي انا ما عنديش نفس الحزن ده لسبب واحد، اسرائيل النهاردة مش في عيد، اسرائيل النهاردة 14 مايو بعد 76 سنة مش في عيد، اسرائيل في نكبة بالظبط زي الشعب الفلسطيني. سبب النكبة دي هو انه اسرائيل بعد 7 اكتوبر لم تعد كما كانت من قبل. عايز اقول لكم باختصار، النهاردة نحوم برنياع ده محلل سياسي إسرائيلي توماس فريدمان بيعتبره أهم محلل سياسي في إسرائيل، بيقول نحن نحتفل باليوم الأكثر مرارة في تاريخ إسرائيل منذ 76 سنة. نتنياهو نفسه بيقول في خطبته في عيد الاستقلال نحن في حرب وجود حياة أو موت. يؤف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول نحن في وضع وجودي أو في حرب وجودية سيتحدد على أثرها مستقبل الأجيال القادمة للإسرائيليين. الحقيقة أنه السنة دي إسرائيل بتحتفل بعيد الاستقلال اللي هو النكبة، وهي تشعر بالحزن بالعار بالفشل، وتشعر أيضا بأنه مسألة فنائها كدولة ليست مسألة مستبعدة. في
محلل اسرائيلي مهم يوسي كلاين كتب بيقول ما هذه الدوله التي تشك في امكانيه وجودها بعد 76 سنه. المتابع للسينما المصريه هيلاقي ايقونه في السينما المصريه اسمها الارض، فيلم الارض من اخراج الرائع يوسف شاهين، وهي عن روايه للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. في الفيلم ده محمد ابو سويلم الفلاح اللي بيعاني بجد، اللي اشترك في ثوره 19 وبيحاول يقف جنبه محمد افندي المتعلم اللي في القريه، والشيخ حسونه الشيخ اللي قاعد في مصر او في القاهره. وهنا بيتجلى بقى عبقريه السيناريو وعبقريه الاخراج وعبقريه الاداء من المليجي، وهو بيقول لهم كل واحد فيكم عاش عيشه مرتاحه. شيخ حسونه بقى بياكل من عيش البندر، محمد افندي خلاص مش شايف الطين غير الفلاح اللي عايش في الحته دي. المشهد ده انا افتكرته دلوقتي حالا، هو المشهد اللي بيقول لك دي صوره العرب دلوقتي. الزعماء العرب بياكلوا العيش المرتاح بتاع البندر، ومحمد افندي خلاص بقى راجل بيلبس بنطلون وقميص. الزعماء العرب بقوا مشابه الشيخ حسونه، كلام في كلام في كلام. في المشهد الرائع اللي اتعاد اكتر من 7 مرات في التمثيل، لما بيقول كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله، اخر المشهد ده بيوصف حالتهم كانه بيوصف حاله الحكام العرب دلوقتي. لو جابوا بيبو يبقى بيعرف السينما. مشهد مشهور قوي، هو الماستر سين بتاع الفيلم. كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. هو بيفتكر معاهم لما كانوا في ثوره 19 عاملين ازاي، وبعدين بيوصف حالتهم دلوقتي. دلوقتي بنعمل ايه؟ كلام في كلام في كلام. النكبه يا حضرات، في نكبه تانيه حصلت او بتعيد نكبه 48، هي النكبه اللي بتحصل للحكام بتوع الدول العربيه اللي اتنقلت من محاوله نصره فلسطين عسكريا في 48 للسلبيه واللامبالاه اللي وصلت إلى حد الخيانة العلنية، وهي بتشوف مجازر بتحصل. ومع ذلك يا حضرات تخيلوا أنه عبد الرحمن عزام باشا لو كان عايش كان هيتشل. كويس أنه مات، هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية. عبد الرحمن عزام باشا العروبي ده القومي، الراجل ده لو عايش وسمع اللي أنا سمعته كان ممكن يحصل له حاجة وحشة جدا. اسمع أمين مساعد، أمين مساعد الأمين جامعة الدول العربية فرحان بإيه بقى في 7 أكتوبر؟ اسمع كده. كل عام وأنت بألف خير. شكرا. يعني شو هالصدفة إنك تحتفل بعيد ميلادك في والله صدفة جميلة في مطار الجامعة العربية، وهذه المرة أثناء انعقاد القمة، صح؟ إن شاء الله سنت خير. إن شاء الله خير، وإن شاء الله يمكن هذا الخير كمان ينطبق على هذه النسخة. بس السؤال اللي يطرحه كل ما له إنه جايين على القمة العربية يقول ألم تتأخر هذه القمة؟ سعادة السفير شو رأيك؟ هل تأخرت؟ لا، خدي بالك السؤال ده دايما بيتسأل في حالات اللي مفروض القمم فيها تنعقد بشكل استثنائي. فالشكل الاستثنائي ده بيقول لك طيب هو كان المفروض تنعقد قبل بشهر بعد ده موضوع تاني. احنا بصدد قمه عاديه، وده توقيت شبه عادي في الفتره اللي مش الميثاق قال عشان احنا كان عندنا رمضان والعيد وكذا. دلوقتي احنا عقدت في شهر مايو، فهي القمه العاديه. احنا مش في قمه استثنائيه، احنا في قمه عاديه، وبالتالي عقدت في المواعيد اللي هو المقرر لها. معلش، حد يديني مبرر واحد للحيويه اللي فيها المذيعه دي. يعني هي لو خطوبتك مش تبقي فرحانه كده؟ وايه الانطلاق اللي انت ايه البهجه اللي انت فيها دي؟ دي اول حاجه. يا ريت بس تجيب لنا يا ميزو الله يخليك المذيعه كده، المذيعه وهي منطلقه في الاول. انا النهارده يظهر اتفقوا ان هم جوه اللي اطلبوا ما يجيبوهوش. المذيعه منطلقه قوي، المذيعه كان احنا انتصرنا وعبرنا القناه وعملنا حاجات كتير جدا. طب بلاش المذيعه مضايقاك قوي، ممكن تجيب حسام زكي بيقول ايه؟ حسام زكي بيقول انه يا جماعه ببساطه دي مش قمه عاجله، دي قمه عاديه بتعقد في وقتها العادي. يا خبر، هو جامعه الدول العربيه انا من زمان قلت ماتت. انا بقالي 10 سنين بقول جامعه الدول العربيه ماتت، ما حدش كان مصدقني. لدرجه ان ليا صديق مثقف طلع عاجبني مره، قلت من 10 سنين جامعه الدول العربيه ماتت واندفنت. ما حدش كان مصدقني.
تخيل حسام بيه زكي الامين العام المساعد للجامعه الدول العربيه بيقول لك دي قمه عاديه، احنا عادي يعني، على فكره ده العادي بتاعنا يعني، قمه عاديه، بقالنا 7 شهور في حرب ومجازر وامم متحده وبرلمانات دول ومحكمه عدل دوليه وش محكمه جنائيه وكونجرس بيعقد واسلحه رايحه جايه وضحايا بتموت وهم ولا هم هنا. البي فرحان ان القمه هتبقى يوم عيد ميلادي. اه والله يعني انا افتكرت الاستاذه شاديه رحمه الله عليها ليها اغنيه من تلحين بليغ حمدي بتقول فيها يا ريت بس اقدر بكلمه اعبر بنظره اصور هوايا الكبير. انا هشيل هوايا دي بقى واقول لك يا ريت بس اقدر بكلمه اعبر بنظره اصور مرارتي. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده، هي عشان عيد ميلادك انت فرحان؟ يعني القمه بتعقد لاول، بمناسبه اسمع الجمله دي عشان بس ايه اكون انا ارتحت شويه. اسمع اسمع العبها يا بيه، العب نفس الدعاء. كل عام وانت بألف خير. شكرا. يعني شو هالصدفه انك تحتفل بعيد ميلادك في والله صدفه جميله في مقر الجامعه العربيه وهذه المره انعقادها في اثناء انعقاد القمه صح؟ ان شاء الله سنتخ... بس في اطفال بتموت، في اطفال تحت الركام، في بيوت اتخربت، في 1.5 مليون متهجرين، في شتاء نازل على الناس، في مفيش اكل خالص، في اكل بيبوظ على الحدود، في في كوارث، في طواقم طبيه اتشلت وناس ماتت. والبي مبسوط قوي ان القمه العربيه بتعقد في نفس يوم عيد ميلادي. مفيش دم، مفيش دم، والمذيعه منطلقه، المذيعه الاداء بتاعها وحياه ربنا انا حاسس انها جايه فرح. ايه الاداء ده يا بت؟ جبت منين الحيويه دي؟ مش شايفه حاجه خالص؟ والبي قاعد يقول لك دي قمه، هات بقى البي وبيقول قمه عاديه بعد 7 شهور القمه عاديه. اتفضل يا بي. كل عام وانت بألف خير. شكرا. يعني شو هالصدفه انك تحتفل بعيد ميلادك في والله صدفه جميله في مقر الجامعه العربيه وهذه المره انعقادها اثناء انعقاد القمه صح؟ ان شاء الله سنه خير. ان شاء الله خير وان شاء الله يمكن هذا الخير كمان ينطبق على هذه النسخه. بس السؤال اللي يطرحه كل من قلنا له انه جايين على القمه العربيه يقول الم تتاخر هذه القمه؟ سعاده السفير شو رايك؟ هل تاخرت؟ لا خدي بالك السؤال ده دايما بيتسال في حالات اللي المفروض القمم فيها تنعقد بشكل استثنائي. فالشكل الاستثنائي ده بيقول لك طيب هو كان المفروض تنعقد قبل بشهر بعد ده موضوع تاني، احنا بصدد قمه عاديه. احنا بصدد قمه عاديه. ولا احنا يهزنا الكلام ده ولا حاجه، 7 شهور الجامعه في الكونشيز، واوعى تسالني الكونشيز هو ايه؟ هزعل منك لان انا ما اعرفوش. الجامعه ميته بقى لها 7 شهور. ولما تعقد الراجل بيقول لك لا 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 اوعى تقول اتاخرت. اوعوا تقولوا سودا دي منوره لنا الاوضه. اوعوا، ده قمه عاديه جدا. طب وبالنسبه للمذابح والمجازر والحاجات؟ لا مفيش. ففكرني بابو سويلم في المشهد الرائع، كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله، اتك بقى انت على اخر المشهد وهو بيقول دلوقتي احنا بنعمل ايه بقى؟ كلام في كلام في كلام. دي جامعه الدول العربيه. ولا حاجة ولا حاجة. الجيوش اللي دخلت فلسطين تحررها في وحماية إسرائيل من ناحية تانية شوفها بتعمل ايه دلوقتي. الجيوش الحضارات العربية دلوقتي والجيوش العربية اللي كانت رجالة ووقفت وقفة رجالة حتى لو ما معهمش سلاح، حتى لو ما فيش ذخيرة، حتى لو كان في خيانة، بس كان في أبطال، كان في ناس عندها مروءة. شوف دلوقتي الجنود بتاعتنا بتعمل ايه؟ ادي جنودنا يا حضرات، احجام الجيوش العربيه هي الاستعراض. وان العزيمه فهي للرجال، اما العزيمه فهي للرجال. ادي الرجاله اللي عمالين ياكلوا ويربوا ترابيس، واطلع فوق النار وانزل تحت النار، بس ساعه الحرب ما تلاقوهمش. على راي الشيخ محمد ابو سويلم كلام في كلام. ساعة الحرب بتلاقي دول الناس اللي عاشت على البصل والبلح والعيش، الناس اللي سفت التراب في الأنفاق، هم دول الرجالة.
أما دول بقى فدول ما بيتشطروش غير على دول. شوف الفيديو ده كده. في مقابل جيوش الاستعراض وحماية النظام تلاقي كل يوم تصريحات زي دي. بص حضرات الرجالة بقى، مقتل 12 جندي إسرائيلي في عملية ضخمة لكتائب القسام بمخيم جباليا من 4 ساعات. مصر أكبر دولة عربية، مصر جيشها من الجيوش المعدودة في العالم اللي الكل مستني منها أي حركة قصاد الإبادة اللي بتحصل، لكن تلاقيها في زمن الإبادة ضعيفة، ما عندهاش مروءة، مهزومة، منشغلة بتوافه الأمور، لأنها خلاص الجيش بتاعنا بقى دلوقتي بينتصر، لكن في الأفلام بينتصر في الاختيار وبينتصر في السرب، فيلم السرب. الجيوش بتاعتنا حضرات بقت أحمد عز وكريم عبد العزيز وشريف منير وياسر أسر ياسين. الجيوش بتاعتنا بقت عايزة مخرج يخرج لها المعارك، مش عايزة قادة. الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية بيكتب أو قال: النظر في المرآة في زمن الإبادة، على المستوى الرسمي نعتزم أن ننضم إلى جنوب إفريقيا، على المستوى النخبوي بنعمل تكوين بتاع إبراهيم عيسى، على المستوى الشعبي هنعمل اتحاد قبائل. ترى هل هذه الشقيقة الكبرى التي يجب أن ينظر إليها العرب كنموذج؟ ماذا يجري وماذا جرى؟ يا دكتور مأمون أحب أهديك أغنية عليا التونسية بتقول ماذا يجري وماذا جرى. هي قالت بقى من لحن حلمي بكر: علي جرى بس لما تيجي ونحكي لك على اللي جرى. الخلاصة حضرات احنا في زمن الهزيمة، في زمن النكبة لإسرائيل ولكل النظام العربي والدولي اللي دعم إسرائيل ووقف جنبها وساعدها في الحياة، لكننا في نفس الوقت على أبواب زمن نصر للشعوب الحرة، سواء كان الشعب ده أوروبي أو كان عربي. حكم الشعوب العربية برضو نايمة، ما هو برضو الشعوب العربية ما فرقتش كتير عن الشيخ حسونة اللي راح البندر وكان العيش الأبيض المتمرمغ في تراب الميري. الشعوب العربية برضو إيدك منها والأرض، رغم المجازر اللي بتحصل لكن بيتحقق نصر ورا نصر، مش بس في الميدان والحرب لكن الأهم في الصورة، في الإيمج بتاع إسرائيل. الأمل في المستقبل للشباب دول يرجعوا الحقوق لأصحابها. أما المنتظر اللي منتظر النصر من جيوشنا العربية، فأنا هقول له مثل عربي مصري وهقول له بيت شعر. المثل المصري بيقول: يا طالب السمنة من ورك النملة مش هتشوف أكل أصلا. أما بيت الشعر فكتبه العبقري زرقاء يمامة الشعر أمل دنقل، وكتبه في السبعينات، قال: قلت لكم مرارا أن الطوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء فتهتف النساء في النوافذ انبهارا لا تصنع انتصارا، إن المدافع التي تصطف على الحدود في الصحاري لا تطلق النار إلا حين تستدير الوراء، إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء لا تقتل الأعداء لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا، تقتلنا وتقتل الصغار. قلت لكم في السنة البعيدة عن خطر الجندي، عن قلبه الأعمى وعن همته القعيدة، يحرص من يمنحه راتبه الشهري وزيه الرسمي ليرهب الخصوم بالجعجعة والقعقعة الشديدة، لكنه إن يحن الموت فداء الوطن المقهور والعقيدة فر من الميدان وحاصر السلطان واغتصب الكرسي وأعلن الثورة في المذياع والجريدة. قلت لكم مرارا. الكلمة اللي قالها الفنان الكبير محمود المليجي في المشهد الماستر سين بتاع فيلم الأرض: كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. الرجولة ما هيش شنب ولا هز كتاف ولا هي عضلات طالعة وعضلات نازلة، عشان بس الناس محتاجة تعيد إعادة صياغة أو تعريف لمفهوم الرجولة والأنوثة، لأن الحكاية بقت كشري. في ناس ما تعرفش الكشري، العيال اللي جوه دي ما تعرفش الكشري. كشري رز على مكرونة على عدس على بصل، حاجات في واحد كان مكسل زمان في مصر، كان قاعد ياكل مكسل قلبهم على بعض وتسمت الأكلة كشري، فبقت المصطلحات دي كشري. الرجولة ما هيش بس شنب وصوت تخين،
ولا هي عضلات وحوشات وحشات والحاجات دي. الرجولة موقف. لما تشوف شعب متحاصر وجعان غصب عنك لازم تقف معاه، حتى لو انت ضده، حتى لو انت مش منه. لما تشوف انسان بني ادم في لحظة ضعف رهيبة جدا وتكاتفت عليه كل القوى العالمية وتكاتفوا عليه اخواته، اقل حاجة انك تعملها انك تقف معاه حتى ولو بقلبك. تخيل بقى انك انت تصل بيك انا برضو مفتكر شادية، يا ريت بس اقدر بكلمة اعبر عن الخذلان والوطي. تخيل ان الاكل والشرب على بعد امطار من 1.5 مليون شخص جعان، الاكل والشرب بره، يعني هم شايفين وبعينيهم شايفين الشاحنات والتركات الكبيره دي محمله الاكل على، يعني لو واحد وقف شويه كده هيشوف التركات واقفه الى ما لا نهايه شايله الاكل، بينما هم بياكلوا الزباله او مش لاقين حاجه ياكلوها. خد بقى الكبيره، الاكل كمان بيبوظ، الاكل ورا المعبر بيبوظ ما بيفسد، حتى التلاجات والبرادات دي ما بتنفعش معاه. ايش اللحمة على فراخ على حاجات بتبوظ، يعني حتى الاكل ده لو اتفتح له النهارده هيبقى منتهى الصلاحيه. انت شايف الفجر وصل ده، ربنا لو نسف المنطقه دي كلها هيبقى قليل. ما تقوليش بقى، ما هو يعني ذنبهم ايه اللي ماتوا في الحرب العالميه الثانيه؟ ما في ناس ماتت ما كانش ليها في الطره ولا في الطحين، عادي واحد قاعد في بار بيسكر نزلت قنبله في لندن عليه بتاعت الالمان بوظت العماره كلها، الراجل مات وبيسكر. ذنبه ايه اللي كان بيسكر ده؟ ملوش. بس في الزيطه بقى والحروب اللي قبلها، فلما ربنا يلعن المنطقه دي وتنزل اللعنه عليها يبقى قليل، لانه مش بس ناس جعانه والاكل على بعد امطار، ده الاكل كمان بيبوظ بره. ده احنا عندنا في العرف بتاعنا لو انت ماشي في الشارع كده ولقيت لقمة فاسدة، يعني لقمة عيش، احنا عندنا المصريين نعمل كده الفلاحين يعني وابناء المدن الصغيرة، لو لقيت كسرة كده بتشيلها وتلاقي راح باسها كده وحطها على راسه وراح حطها على جنب عشان ما حدش يدوس عليها. امك مش قنقاء الطابية، امك في البيت لما تلاقي الاكل بيترمي كده تقول مش حرام الاكل ده؟ اي ست بيت مش حرام يا جماعة الاكل ده وانت بترميه في الزبالة كده؟ تقول لك مش هو في الاخر ايه ربع طبق نص طبق لقمتين، تقول لك مش حرام اللي بيحصل ده؟ تخيل انت تراكات اكل كامله، عارف تراك يعني ايه؟ شاحنه يعني. واقول لك ايه، اتفضل يا جدعان عايزين حد يتكلم عشان المساعده تخش، الاكل بيبوظ مننا هنا، هنا الاكل بيبوظ، بردات الفراخ بتبوظ، بردات السمك بتبوظ، كل حاجة عمالة تبص لنا، عايزين معاناتي تخش يا ناس، حرام الأكل ده كله يبوظ يا جدعان، حرام، في حاجات ياما باظت في البرادات دي، في أكل ياما باظ وطلع بره يعدموه، عايزين حد يتواصل مع الناس دي، يتواصل معانا، عايزين البرادات تخش، شيروا يا جماعة الفيديو ده، اعملوا عادة ناشط، خلي الناس كلها تعرف إن المساعدات المصرية مش طالبين الصهاينة يدخلوها، والأكل بيبوظ مننا هنا، اتجوا لله فين؟ اتجوا لله في الناس، كفاية عمال أنتوا موتوا فيهم مش عايزين توكلوهم كمان، يعني أبسط حقوقهم مش عارفين توصل لهم، حسب الله ونعم الوكيل، بالله عليكم يا جماعه شيروا الفيديو ده، شيروه عشان الناس كلها تعرف ايه اللي بيحصل. المساعدات كلها بقى لها دخلت لها 8 ايام ولا 9 ايام، ما فيش ولا 10 ايام ولا حاجه دخلت، وفي اكل بيبوظ، في اكل بيبوظ يا جدعان مننا، الحاجات كلها بتبوظ. اتقوا الله، اتقوا الله ودخلوا المعاناه، اتقوا الله ودخلوا المعاناه، هتبقى ميزه كنتوا كده كده بتموتوا فيهم، ياكلوا اكلهم ده يخش لهم، حسب الله ونعم الوكيل فيهم، حسب الله ونعم الوكيل. بالله عليكم يا جماعه اعملوا عاده نشر الفيديو ده عشان الناس تعرف. عربيات واقفه هنا بالالافات، مش عارف فيش ولا عربيه تخش ولا عارفين ندخل العربيه، والاكل بيبوظ، الاكل بيبوظ، الاكل بيبوظ يا ناس، المساعدات بتبوظ، والجو هنا بيشتع علينا على العد ايه وعلى الحاجات دي. تقول لا فينا، عايزين المساعده تخش للناس اللي جوه، ارحموهم ارحموهم. انا ما اقدرش اقول حاجه لما شفت الفيديو ده الصبح، يعني ومن نفسي كده لقيت نفسي بقول لربنا اللهم اني ابرأ اليك من السيسي ومعاونين السيسي واللي بيأيدوا السيسي لحد دلوقتي، اللهم اني ابرأ ليك من الناس دي كلها. ما انا ما اقدرش اعمل حاجه غير ان انا اقول كده وان انا اشير الفيديو دلوقتي في الحلقه. يعني انا تخيلت يا جماعه الواحد لما بيبقى فيه ربع طبق بترميه في الزباله بتقعد تزعل قوي وتدور على حد ياخده، تشوف كلب ياخده اي حاجه يعني.
اي وافتكرت لقمه العيش اللي بنلاقيها في الشارع وتقعد ترميها على جنب لانه حرام يعني. فبالك بقى تركات كامله تريلات يا سيدي، بص كامله الاكل وهيترمي يعني في الاخر لو دخل لهم هيأذيهم، ولو ما دخلش بيترمي. الراجل بيقول لك في الاخر بيرموه. تخيل الصحراء بينما في ناس 1,200,000 تقريبا او 300,000 واحد او 2,400,000 دول مستنيين عربيه نقل زي دي بس يعني عبال ما تخش وهتتعمل ولسه الله اعلم كام يوم. ويطلع وزير خارجيه عندنا سامح شكري ابو دورين يرمي المسؤوليه من عليه ويقول احنا مالنا، اسرائيل هي كدوله احتلال ماسكه المعابر هي المسؤوله عن المساعدات. اسمع، اسرائيل تحمل مسؤوليتها كدوله الاحتلال وانفاذ المساعدات من خلال المعابر تحت سيطرتها، المعابر المباشره التي تربط بين القطاع والاراضي الاسرائيليه، فهذه مسؤوليه. والسؤال يجب ان يكون لماذا اسرائيل تغلق هذه المعابر اذا لم تكن تمارس سياسه التجويع واستخدام الاوضاع الانسانيه كوسيله من وسائل الحرب، وهذا منافي للقانون الدولي الانساني ويعد جريمه حرب في حد ذاتها. طيب جريمه حرب، ايدي على كتفك بقى، يخش بقى العدل الدولي. ايه وانت قلت تعد جريمه حرب، قدموا بقى شكوى في اسرائيل. يعني سيبك ان انتوا مش رجاله، سيبك ان انتوا هرمونات الذكوره اختفت تقريبا، اندثرت الاكس واي مات، مش مشكله مش قضيه. انا مش عارف ليه انت لابس بدله وجرافطه مع ان اللبس التاني ممكن يليق عليك اكتر. انت بتقول اسرائيل هي المسؤوله، طب وانتوا مش عندنا جيش؟ مش عندنا جيش ورجاله وثلاث تسعات وثلاث سبعات؟ ولا الجيش ده زي ما قال امل دول كنت بس لما نتكلم احنا يضربنا؟ مش عندكم رجاله في القوات المسلحه؟ مش قادرين تخشوا تعلموا اسرائيل ادب وتعملوا زي ما قال ابو سويلم كده، تبقوا مره واحده رجاله وتوقف وقفه رجاله؟ مفيش. الاسلحه اللي عمالين تشتروها دي بقالكم 10 سنين بنعمل بيها بتصدي وبتقدم. الجيش اللي قاعد بياخد مرتبات ده 15-18 ألف لواء بس، 18 ألف لواء، اللي قال كده الأستاذ يزيد صايغ. الجيش المصري فيه 18 ألف لواء، مرتبات بالهبل. بتاخدوا مرتبات على ايه؟ عشان صفى انتباه وتسعى استعد؟ بتاخدوه عشان ايه؟ تجيبوا لنا بطانية زبالة كده وننام عليها في الرملة عشان نضرب نشان ببندقيه موريس ونشن على سن نمله الدبانه اعلى منتصف الهدف اديله. بتاخدوا وبتتسلحوا ليه طيب؟ وبتلبسوا اللبس بتاع الرجاله ليه؟ ما تلبسوش لبس الرجاله، عيب. كل لبس له مسؤوليه. هتلبس راجل تبقى راجل. ما تبقاش بس يعني لابس ومعلق نياشين واوسمه بتاعت ايه؟ بتاعت ايه؟ اهو قال عندنا 18,000 15,000. الكلام ده كان امتى؟ قال الجيش المصري يضم نحو 15,000 ضابط برتبه لواء. 15,000 وعلاوات وبدلات ومستشفيات ومصايف وشقق وفلل. ليه بتعملوا بيها ايه؟ يقول لك اصل الجيش بيحمي الحدود. ما تحمي، ده انتوا اكتر ناس متنعمه في البلد دي. ما تحمي الحدود، يعني انت تلاقي مستشفيات الجيش مستشفيات مصر، شقق الجيش ومصايف الجيش وعلاوات الجيش وبدلات ومرتبات الجيش اعلى مرتبات في مصر. احنا بندي ميزانيه الناس ما بتشتغلش. انا كنت ماشي من شويه وسرحت في حاجه في العربيه وانا جاي، سرحت في حاجه كده انه الدنيا ما فيهاش عداله. سرحت في سواق اتوبيس، قعدت اتفرج على سواق، عارف الباص ابو دورين ده والسواق قاعد جوه بيسوق، قعدت اتخيل السواق ده شغال من الساعه 6 الصبح بياخد 4,000 باوند مثلا يعني، بينما في واحد بيهجص بياخد زيه 40,000 مره. يعني قول لي محمد رمضان بيعمل ايه؟ والله قعدت سرحت في الحكايه دي، قلت يبدو ان الحياه قايمه اصلا على عدم العدل. لما سواق زي ايه ده طالع من الساعة 6 الصبح رايح جاي في نفس المشوار ويودي ويجيب ويودي ويجيب، واستنى نزل وطلع ونزل، واحد يرن له الجرس يجيب واقف،
وطالع من المحطه، واحده واقفه في المحطه وطالع نازل نازل طالع، وياخد في الاخر 4000 5000 باوند، وعنده اسره وعنده عيال وبتاع، ويروح البيت ما فيش حته في عظمه على بعضها. بينما محمد رمضان بيطلع يقول لك كده ويعري صدره وياخد بالملايين ويلبس ساعات ذهب. اي عداله دي؟ اي عداله في الدنيا دي؟ والله سرحت في كده دلوقتي افتكرتها. لما في دكاتره عندنا ومهندسين بيقفوا في المشاريع وفي في الشمس والطل والبرد ويقف يشتغل عشان في الاخر ياخد ايه؟ ايه المبلغ اللي هياخده يعني؟ دكتور بيشتغل في مستشفى 3-4 نبطشيات عشان ياخد ايه في الاخر؟ بينما عندنا واحد قاعد في الجيش عامل كده علاواته وبدلاته مستشفيات وحج وعمره ومش عارف ايه وشقق وحاجات بالهبل وعربيات وما فيش حاجه. لما تيجي تقول له اشتغل بقى يزعل منك. لما تيجي تقول له بيشتغل قوم اشتغل بقى شويه، انت عاملين نعلفك من سنه 73 يلا بقى اعمل حاجه بقى. لا يزعل جدا، انت ازاي بتتكلم كده؟ عشان الجيش ده وطني؟ وطني ايه اللي وطني؟ اتفرج طب 15000 لواء، الراجل اقول اللي بيقول اهو العب كده. والقوات المسلحه المصريه اليوم اذا كانت شريحه كبار الضباط يعني يمكن 15000 ضابط تقريبا بحجم لواء، وهي نسبه عجيبه يعني ما في يمكن جيش بالعالم عنده هالقد كبار ضباط، لانه الجيوش عاده عندها شكل هرمي اكثر. هذا له علاقه ب يعني المنافع اللي تعطى لهالضباط الكبار وتمديد مثلا فتره الخدمه. اللواء كان بيتقاعد عمره 58 مثلا بالجيش الاسرائيلي او بريطانيا كان يتقاعد 48، بمصر 58 ومددوا هلا مؤخرا لكمان 4 سنين. طب هذا بس حتى يضل ياخذ والى اخره. هذا اصبح جيش غير مقاتل. انا بخلال هالبحث قابلت بشكل مباشر او غير مباشر مجموعه من الضباط والمسؤولين الامريكيين العاملين في العلاقه الرسميه الثنائيه الامريكيه المصريه، يعني هن مسؤولين عن المعونه العسكريه الى مصر. ولما بتسالهم وبيشتغل على مستوى يعني رئاسة البعثة وعلى مستوى اللجان الفرعية مع سلاح الجو وسلاح البحرية كذا، لما بتسألهم شو رأيكم بالجيش المصري أو القوات المسلحة المصرية كقوة مقاتلة بيقول لك هاي مش قوة مقاتلة، احنا ما بنعتبرها قوة مقاتلة، يعني ما بيعتبرها جيش أصلا. هذا جواب. هلا يعني أنا بخشى إنه اليوم مثل ما السيسي هو عامر إنه القوات المسلحة المصرية عام 2019 مثل القوات المسلحة المصرية عشية حرب 7. وتلاقي بدل العدوى القاضي 300 جنيه، بدل عدوى الدكتور 200 جنيه. دكتور اللي هو لازم تحترمه وتقف له، دكتور تعب درس، بدل العدوى 300 جنيه ولا 200 جنيه. تعال بقى شوف الضابط هو قاعد في بيته، مجرد ما يتخرج من الكليه الحربيه عربيه تجيله باقساط ميته، عنده شقته يروح يحجز في شقه في اي حته في مصر، المصيف يطلع الحجه العمره والحج، وعمالين ياخدوا فلوس. طب ما تحاربوا، انا موافق. في التسعينات، في التسعينات كانوا بعض الكتاب منهم الاستاذ نور فرحات اثاروا قصه ميزانيه الجيش، وطلع عليها لغط كتير كده يمكن في اوائل التسعينات تقريبا. فطلع المبارك حسني مبارك نفسه، مش حد تاني، مش متحدث باسم الجيش، مش وزير الدفاع، قال ايه ده؟ ايه ده؟ بتتكلموا على ميزانيه الجيش وبتاع، ما حدش اتكلم في الحكايه دي. ميزانيه الجيش نصها بيروح على المعدات والحاجات دي والصيانه والحاجات، والنص التاني مرتبات، اعاشه ومرتبات. نص ميزانيه الجيش، انا عندي التصريح على فكره، نص ميزانيه الجيش بتروح مرتبات؟ ليه؟ بتربي مين؟ طب وماشي اوكي. بعد كل العشر سنين بقى دي او الثلاثين اربعين سنة دول بيعملوا ايه بقى؟ ولا حاجة. السؤال، امال كنت فين حضرتك قبل استاذ سامح شكري قبل اسرائيل ما تستولي على المعبر؟ سامح شكري طالع يقول لك اسرائيل استولت على المعبر. كنت فين؟ لما كنت تقدر تدخل مساعدات قبل ما اسرائيل تخش المعبر، كنت فين؟ ده مش سؤالي، ده مش سؤالي يا سامح شكري، ده كلام الهارتس الإسرائيلية اللي فضحت السيسي ونظامه. بص هارتس بتقول لك ايه؟ هات هارتس بي الله يخليك، هات هارتس. منذ اللحظة الأولى للحرب التزمت مصر بالتنسيق الكامل للعمل مع إسرائيل، على الرغم من أنه كان بإمكانها فتح معبر رفح للسماح بدخول القوافل المساعدات إلى غزة دون قيد. أول مرتب النقيب حد بيقول لي 11000 جنيه،
ده أول بسم الله الرحمن الرحيم، أول فتوح الباب 11,000 جنيه. سيادة النقيب بيعمل إيه بقى؟ سيادة النقيب بيشتغل في النوادي القوات المسلحة، بيشتغل في حتة هنا، بيشتغل حتة مرتاحة وعربية بتوصله سيادة النقيب. هارتس الإسرائيلية بتقول لك كان بإمكان مصر إنها تدخل مساعدات. ده غير كلام المسؤول العماني اللي أكد لأول مرة رسمياً إن مصر بتستخدم الوساطة والمحسوبية والفلوس عشان تسمح للجرحى الفلسطينيين بالعبور. اسمع المسؤول العماني ده عشان تلطم بقالبين طوب. اسمع، هم كإسرائيليين يريدوا الشعب الغزاوي يطلع. هل بحكم اللي مريت فيه في المستشفيات وإنه في بعض الحالات قد تستدعي تدخلات يعني مستعصية ممكن، هل طالبتم إنه مثلا تطلعوا بعض الحالات لمصر؟ وهل تمت الموافقة أو هل كان في صعوبات من الجانب المصري؟ ممكن ما يقول لك من الجانب الإسرائيلي، بس هل كانت صعوبات من الجانب المصري ولا لا؟ بالنسبة للخروج من غزة للمرضى المحتاجين يخرجوا، في نحن نقدم طلب نشوف مريض إنه هنا صعب لأنه الالتهابات كثيرة وعمليات يمكن تطلب فريق وطاقم يعني أكبر ومعدات أكثر، فما نقدر نعملها في غزة حاليا لكثرة عدد المرضى أصلا. فنطلب تقديم لطلب، في ناس تتطوع تدفع لازم مبلغ عشان تخرج هذه الحالة عن طريق معبر رفح، فبالأسامي أيوة تقدم وتدفع وتنتظر، تنتظر يشوفوا من الحالة اللي يدخلوها قبل، من اللي عنده واسطة، من اللي هذا. فكله بمبالغ بأمانة، هي ما ليست خروج فقط من المستشفى، لأن مصر لازم تستفيد أيضا. ده مسؤول عماني، الحالات اللي عايزة تتعالج من غزة بتتقدم طلب وتدفع فلوس، ده رسمي. لا مش بتدفع فلوس عشان تتعالج اللي تمن المستشفى، بتدفع فلوس وهي داخلة لسه ما راحتش المستشفى. كنت فين يا سامح شكري قبل ما إسرائيل تستولى على المعبر ده؟ دي جريمة، ده عار، لأن إسرائيل استلقاها على المعبر ده خرق المعاهد كامب ديفيد، اللي هو يستلزم ان تطلعوا رجاله زي محمد ابو سليم ما قال وتقطعوا في وشهم المعاهده. بس انا قلت هنا، قلت لكم مرارا، بس مش زي عمل دنقل بقى، ده رائع، ده نروح له فين؟ ده سيدنا ده. انا قلت لكم مرارا هنا في البرنامج ده، مصر مستحيل تلغي معاهد كامب ديفيد، واتحدى جمهورية مصر العربية بالسيسي بنظامها إنها تقول إحنا هنلغي اتفاقية كامب ديفيد. أتحدى كجيش، لا ما تخافش، ده عسكريين أقوى من إسرائيل بكتير، ده أنت تخش الدكاها. أمال كإيه بقى؟ أنا قلت هنا يا بيه، في مليار دولار سنوي بيخش للجيش المصري. هيقول لك أصله صيانة، أصله معدات، أصله مش عارف تسليح. لا، أنت بتاخد تسليح وبتدفع ثمنه. لا، انت بتاخد تسليح وبتدفع ثمنه وبتاخد عمولة عليه. ما انت دافع من 10 سنين 50 مليار دولار في التسليح. انت تالت بلد عربي بعد السعودية في استيراد السلاح بالمليار بتاعت المعونة الامريكية. بس هو تتسمى كده على طيب الريحاني فيلم ابو حلموس، مش عارف ايه شيء ايه عشان الحبل بتاع الخروف، وايه شيء ايه عشان جرد اللزوم الخروف، وإيش إيه عشان حلال، وهكذا. هي نفس اللعبة، نديك المليار بس نقولك إيه، المليار دول فيهم الصيانة وفيهم التسليح وفيهم بياض الأوضة، فيهم كحت الأوضة مرحلة أولى، وبعدين فيهم بياض وش أول، بياض وش تاني كده تعدي بقى. فالجيش المصري يا حضرات مستحيل يلغي ولا يلوح بيها خالص. 1.5 مليار، سيبك من النص، سيبك من النص يا بيه، سيبك من النص. النص ده بيروح لنهادة بالقمصان. عارف نهادة بالقمصان؟ عارف الأستاذة نهاد؟ أيوة، مرات حافظ أبو سعد الله يرحمه، اللي أنا جبتها امبارح، اللي لقطها امبارح قاعدة في فيلا. ما النص ده بتاع حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، ده الأبيج السبيج اللي بيروح لجمعية حقوق الإنسان، السبوبة يعني، يقدموا ورق كده وبتاع وياخدوا بقى المعونة. ده النص، 300 مليون هم، مش نص كمان يعني. إنما المليار ده شاكب راكب كده رايح للجيش. مصر لو جادة ومعها العرب جادين كانوا فتحوا المعبر، كانوا دخلوا المساعدات. فأفكرهم بنصيحة وزير خارجية جنوب إفريقيا باستخدام الجيش لإدخال المساعدات
بدل الاستعراض والكلام الفارغ اسمع وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا. لا عربية ولا تمت العرب بصلة. أنا عشت عمري أقول للناس والله العظيم أقول لهم لا الرجولة لا مؤاخذة، خليها هز كتاف عشان إيه الشاشة والناس وفي أطفال وبتاع. الرجولة مش هز كتاف ولا الذكورة راجل بشنب وعضلاته وبيروح الجيم كل يوم. الست دي نعل جزمتها برقبة زعماء عرب وسياسيين عرب ومثقفين عرب. عشت عمري أقول للناس التدين مش الصلاة والصوم ورايح جاي على المسجد ما شاء الله قطعت حصر المساجد. الدنيا أفعال، وريني أنت بتعمل إيه، يعني أنت ما تتكلمش وريني أنت بتعمل إيه. الست دي قالت لك الجيوش بتعمل إيه. الخلاصة يا حضرات مش هتتحاكوا علينا بإظهار الحنية على الفلسطينيين والخلاف مع الإسرائيليين، لأن الواقع هو واقع التواطؤ والخيانة من أول ما جاء عبد الفتاح السيسي لحد النهاردة. دي الخيانة يا حضرات. الأمن لمن؟ السيسي يحمي إسرائيل. السيسي يحذف صور المركبة بعد طلب إسرائيل. فاكرين الدبابة المركبة اللي كان بيشرحها له بيدرسها أحد المدرسين وهو دخل وزعلت إسرائيل قالت له الدبابة المركبة، حذفوها من الفيلم. السيسي يمنع إدخال مساعدات لغزة إلا بعد إذن إسرائيل. السيسي يمنع خروج الفلسطينيين والمصريين من غزة إلا بإذن إسرائيل. السيسي بنى ثلاث جدران ما بين مصر وغزة لحماية أمن إسرائيل. السيسي أغلق الأنفاق وأغرقها بمياه البحر لحماية أمن إسرائيل. السيسي حذر إسرائيل بموعد هجوم 7 أكتوبر. السيسي أدخل قوات للسلطة الفلسطينية إلى غزة لحماية إسرائيل. السيسي أسقط مسيرات يمنية تتجه لضرب إيلات. السيسي تجاهل ضرب إسرائيل لمعبر رفح ووقوع إصابات بين الجنود المصريين طبعا. السيسي نسق مع الإسرائيليين عملية غزو رفح. السيسي اعتقل المؤيدين لفلسطين ومنع التظاهرات المؤيدة لغزة. السيسي يتوسع في الضبطيات القضائية بالطرق لمنع أي فاعلات. بعد كده هتيجي تقول لي إسرائيل هي اللي منعها، قول كلام غير ده يا راجل. اللي بعده، أنا الحقيقة يعني عايز أقول للإخوة العرب في الجزائر وفي الشرق وفي الغرب إنه سيسي نموذج للمواطن المصري الكلمانجي. في عندنا نموذج في مصر كده مكلمة كان يسميهم المرحوم الأستاذ محمود السعداني، يسموهم الحنجرة أو الحنجورية، اللي هو تلاقيه في الوطنية حنجوري جدا، يعني معتمد النضال بينحصر عنده في المنطقة دي. شايف المنطقة دي يا أستاذ ميزو؟ شايفها؟ عندك إيه؟ في الحنجرة بس، في الخطب فقط. وده خلى شاعر كبير زي نزار قباني لما تهزمنا في 67 قال إنه إذا دخلنا الحرب يوما وانهزمنا فلا غرابة لأننا ندخلها بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. من يومين شفنا السيسي وبيفتتح مسجد السيدة زينب بعد التجديدات اللي تكلفت بيها أو قامت بيها طائفة البهرة، وشفنا سلطان البهرة وهو داير معاه. يعني في ناس كتيرة انتقلت الإسراف الكبير في البهرجة في المساجد في الفترة الأخيرة زي مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب. هي عشان بس أكون عادل، يعني هو الناس اللي اتكلمت فيما اطلعت أنا يعني ما اتكلمتش على الإسراف في الـ في الـ في الـ يعني في الصرف، إنما اتكلمت على الإسراف في الزخرفة، لأنه دور العبادة مش مفروض حتى في الفن العمارة الإسلامي مش مفروض إن في شيء يشغلك وأنت بتقرأ فاتحة وأنت بتصلي وتقعد تبص والزخارف تاخدك. عشان كده أنت لو دخلت مثلا مسجد زي المؤيد شيخ، مثلا مسجد المؤيد عند بوابة المتولي، لما تخشوا هذا المسجد مسجد عملاق، ولكن لما تخش تصلي فيه مفيش حاجة تشغلك خالص. جربت تخش المسجد ده؟ اللي
بيخطب فيه كل جمعة علي كفتة، علي جمعة اللي تصور فيه فيلم أرض الخوف للرائع داود عبد السيد، وكان مشهد ماستر سين ما بين أحمد زكي وعبد الرحمن الأبنودي، سوري عبد الرحمن أبو زهرة، أنا آسف، عبد الرحمن أبو زهرة، اللي هو المشهد اللي بيكتشف فيه أحمد زكي إنه عاش وهم وإنه مفيش حاجة يعني. المسجد ده لما تخش تصلي فيه، وأنا دخلته مرارا هتلاقي فيه زخرفة، مع إنه آية من آيات العمارة المملوكية، بسيطة جدا بسيطة. هو ده لا مش هو ده خالص، أنا آسف، مش ده خالص مش ده يا بيبو. هو أنت يا بيبو لا شفت أفلام ولا دخلت جوامع، ما رحت فين أنت؟ كنت مقضي حياتك فين؟ ولا رحت أهاوي؟ دي سنة سودة. المصايب دي يا بيبو مش المؤيد شيخ، ده مش المؤيد شيخ، المؤيد شيخ عبارة عن ماشي هات السلطان حسن. طيب بلاش المؤيد شيخ، هات السلطان حسن هاتني سهل. السلطان حسن واحدة يعني حاجة ما حصلتش في تاريخ العمارة. بص بقى السلطان حسن بساطته بسيط جدا، يعني خش جوه اهو، بص على الجدار من فوق بالخط الكوفي هتلاقي آيات قرآنية اهي، دي في صحن المسجد، ويتكون من 4 أروقة كل رواق كان بيدرس في مذهب. انت جايب حتة، جايب الثريات يا ريس، افتح بقى هتلاقي مشاهد كتيرة فيه. هتلاقي البتاع ده بسيط جدا، المسجد بسيط قوي الزخرفة فيه رغم انه عملاق. ففي العمارة الإسلامية الفنان كان بيراعي ان اللي داخل يصلي، مش داخل فرح البيت شيماء. اهو بص شايف ده اول مدخل الجامع وانت داخل من البيت، انت داخل من الشارع، هتلاقي قدامك البتاع دي، المصطبة دي كده، والابلق ده النظام ده اسمه الابلق. وبعدين تخش زي ما الراجل ده جاي كده، هتخش في رواق ضيق جدا ضيق جدا، قال عليه جمال غيطاني كأنه الخروج من الرحم إلى الحياة. يفضل ماشي بقى الراجل ده جاي من الرواق الضيق ده، وبعدين الرواق ده يلف شمال، وبعدين تبص تلاقي نفسك بقى قدام الصحن بتاع المسجد، النور كبير جدا، يعني انت مشيت في ممر ضيق قوي، ضيق يعني، وبعدين ممر شمال نفسه ضيق برضه، وفجأة تفتح تلاقي النور بتاع الصحن اللي فيه الميضة بتاعة الوضوء، في 4 أروقة دول اللي هم على الجوانب دول، وبعدين جوه بقى قبر الصوت. بص اتفرج، ادي رواق منهم اهو، اتفضل، شايف البساطة؟ لو دخلت بقى الباب اللي في وشك ده هتخش بقى عند قبر السلطان حسن والحاجات دي وابنه وبتاع، شايف البساطة؟ في زخرفة. الناس انتقدت في التجديدات الزخرفة المبالغ فيها مش الصرف، في فرق، ما انت تصرف انما على اي حال طلع السيسي تاني يوم يجبي علينا وهو مش بيدفع حاجه من جيبه، بيقول لك مكلمه، وقال لك ايوه لازم. هو السيسي لما ينفخ مناخيره يعرف انه بيكذب، لكن في امارات للكذاب كده، اذا نفخ اوداجه ونفخ مناخيره اعرف ان السيسي بينخع يعني بيكذب، يعني شايف. على فكرة انت بس هو الراجل مصور، يعني ايه المصور بيعلي على المبنى، هو مصور السقف، وبعدين حتتين الجانبين دول مقرنصات اهي، وبعدين ازاز معشق، حاجة بسيطة جدا جدا، والباقي حجر. نفس القصة هتلاقيها مثلا في جامع عثماني زي جامع مثلا الكيخية، برضو هتلاقيه بسيط جدا جدا، ومع انه اتبنى في العصر العثماني. يعني كان الفنان المسلم بيراعي ان ده بيت عباده، مش محل حلويات، مش كوافير حريمي، ده فالزخرفه فيه تبقى قليله جدا بسيطه جدا عشان ما ينشغلش اللي بيصلي. ايه الفكره كده يعني؟ طلع بقى نفخ مناخيره من خارينه، عامل زي الاستاذ يحيى شاهين زمان لما كان يمثل وينفعني ينفخ مناخيره، يعني في ناس كده يعني. بس السيسي لما ينفخ مناخيره عارف انه بيكذب، وقال لك ما انا لازم اصرف على اللي بيعمل فيلا ولا بيت، انا لازم اصرف على بيت ربنا، قال يعني صرف من جيبه يعني. راقب السيسي كده، اتفرج يعني، قال لك شوف المسجد بتاع السيده زينب والحسين، يعني طبعا وانا لما اخش اعمل وارفع كفاءه مسجد يبقى ادهنه من بره كده وخلاص؟ لا لا لا، ده بيت ربنا، ده بيت مين؟
ما يتعملش الا صح. كلكم بتخلوا بالكم اللي عنده فيلا ولا عنده شقه بيحاول يخليها زي الفل، وانا بيت ربنا لما اجي اعمله اي كلام. اول ما يفرش مناخيره زي الاستاذ ماهر العطار، افرش منديلك على الرمله وانا مر واجي لك على الرمله، اول ما يفرش مناخيره كده اعرف انه بيكذب. بيكذب كذب ايه بين. طب ماشي يا معلم حلو، ترفع كفاءه المسجد ليه؟ هو المسجد ده مصنع؟ والراجل واخد بقى لما ارفع كفاءه، هو فرحان بالمصطلح لما ارفع كفاءه المسجد. يا ولا يا ولا هوب يا معلم، مفيش ثلاث ايام، مش ثلاث سلامات على راي الاستاذ محمد انديل، لا ثلاث ايام. مفيش ثلاث ايام والناس قاعده تصلي العصر وفجاه وهم بيصلوا العصر راحوا مسحبين السكينه، الكهرباء قطعت. في مصر عندنا تقليد كده لما حد يندر حاجة يقول دست شمع أم هاشم. يعني لو حصل الموضوع اللي أنا مستنيه ده هجيب لأم هاشم دست شمع. في أوروبا حتى الآن تقليد من العصور الوسطى لما تخش كنيسة أول حاجة بتقابلك ترابيزة صغيرة كده عليها شموع، وفي شموع تحت في ولع، شموع ولعة، وفي شموع تاخدها كده، أنا شفتها في كل كنائس أوروبا تقريبا. بس دلوقتي، زمان كانت ببلاش الشموع دي، لكن دلوقتي في أوروبا بقت بفلوس. تخش تلاقي معلقين لك كده إنه بخمسة جنيه أو بثلاثة جنيه استرليني أو باليورو لو هتولع الشمعة يعني. بس زمان كانت ببلاش الشموع دي يعني. إيه علاقة بقى دست الشمع يا أم هاشم بالشموع بتاعت الكنائس؟ لأنه العالم ده تقليد من العصور الوسطى أو من قبل كمان. العالم كان ممكن يبقى بيته مطفي بس بيت العبادة لازم ينور، ولأن ما كانش فيه كهرباء فكانت البيوت دي بتنور بالشموع. فكانوا الأثرياء سواء كانوا في أوروبا أو في مصر أو في الوطن العربي، أنا بتكلم على مصر تحديدا يعني لأن أنا ما عشتش في بلد تانية عربي يعني. فكانوا الأغنياء يصرفوا عشان يشتروا الشموع لأم هاشم عشان تفضل المقام منور والمسجد منور. وظل ده تقليد ان الناس لما تتمنى امنيه او لما يندر نادر يقول دست الشمع يا ام هاشم، دست الشمع يعني هبعت لك دست الشمع. فتظل بقى الشمعه دي او الشموع دي منوره عشان الناس اللي بتلجا لهذا المقام الكريم او لهذه الكنيسه. السيسي يا حضرات وصلنا لمرحله العدم، يبدو انه رجعنا العصور الوسطى بقى. فاحنا نشتغل دلوقتي الحقيقه، بنشتغل على الشموع، بلاها كهرباء بقى. الجماعه التجار الاغنياء بتوع السيده زينب يبتدوا يتبرعوا للمقام الست بدست الشموع عشان تفضل الدنيا منوره، لانه مش معقوله الناس واقفه في المقام. انا بصرف النظر بقى ده حرام وحلال القصه دي، لكن مش معقوله الناس واقفه في المقام وشغالين على ضوء الموبايلات. مش يعني مش منطقي هذا المشهد عبثي والله. فين بقى رفع كفاءة المسجد يا أبو منخار؟ فين؟ رفعت كفاءة المسجد وقطعت النور؟ صرفت؟ مش أنت اللي صرفت، القصة إن اللي صرف البهرة وطلع قال لك أنا والنبي الله يخليك يا ميزو، هي عايزة حتة فن كده بشيلن. حط الفيديو ده جنب الفيديو بتاع السيسي وبقول لك لما أرفع كفاءة المسجد وأنا عايزك عزيزي المشاهد ما تتروش، ركز على مناخيره أول ما تفتح بيكذب. بيكذب. ماشي؟ هات بقى الاتنين قدام بعض اتفرج، شايف؟ أدي المقام اللي بتاع الست أم هاشم ده لسه مفتتحينه من ثلاث أيام. أهو. أدي المقام، المقام يعني بتاعها. وبتاعه وبعدين بص الناس وهو يطلع يقول لك هو أنا ولما أصرف على بيت ربنا يعني عشان أرفع كفاءته؟ يا ولا العب كده. أنا كنت شوفت المسجد بتاع السيدة زينب أبو حسين يعني طبعا. وأنا لما أخش أعمل وأرفع كفاءة مسجد يبقى أدهنه من بره كده وخلاص؟ لا لا لا، ده بيت ربنا، ده بيت مين؟ ما يتعملش إلا صح. كلكم بتخلوا بالكم اللي عنده فيلا ولا عنده شقة بيحاول يخليها زي الفل، وأنا بيت ربنا لما أجي أعمله أي كلام. وأنت لو عملت مهما عملت لو اتنفضت أنت وجيشك مش هتعمله زي السلطان حسن. ده انتوا مش هتعملوا مسجد زي عظمة المسجد بتاع خشار هانم ده اللي هو الرفاعي. ده انت لو اتنفضت مش هتعمل حاجة
في عظمة مسجد السلطان حسن. وانت تفهم انت اصلا؟ وانت بتفهم كفاءة ايه اللي بترفعها في المسجد؟ كفاءة المسجد في الصيانة، في ان في السجاد يبقى نضيف طول الوقت عشان الناس اللي بتصلي ما تشمش ريحات وحشة. كفاءة المسجد في رفع كفاءة العاملين فيه عشان يشتغلوا وهم مبسوطين وجايين يشتغلوا. رفع كفاءة المسجد بتيسير حركة الصلاة فيه. انما بالبياض يا راجل حرام عليك، تفهم ايه انت؟ اهو ادي المؤيد شيخ، ادي مسجد المؤيد شيخ اهو، بس الطياره من فوق او على الماء. تعرف هو مصور منين يا هلا؟ مصور من المأذنه بتاعت بوابه المتولي. تخيل اللقطه دي اللي بيصورها واقف على مأذنه بوابه المتولي اللي شبهوها العلماء بانها اهو. والله اهو هيلاقي دلوقتي الخياميه الناحيه اهو، شوف شايف المأذنه الثانيه اهي، الخياميه تحت اهي، هيلاقي الخياميه وسوق السلاح. شوف يا عم مصر حلوه ازاي، شوف القلعه هناك اهي، حاجه جامده جدا جامده. مصر دي حلوه والله، مصر حلوه والله العظيم، مصر جميله، مصر عشان كده شوف الزاويه اللي انت متصور فيها دي، عشان كده كان لازم يكون المؤذن اعمى ضريري. يعني ليه بقى؟ لانه كان بيأذن زمان من غير ميكروفون، كان بيأذن بصوته، فكان يطلع على المأذنه اهو. شوف اللي بقول لك اللي بيصور واقف في المأذنه، المأذنه دي اللي هي على بوابه المتولي، مأذنه مملوكيه عظمه عظمه، حاجه كده فخيمه. المهم يعني انه كان لازم يبقى اعمى. ليه بقى؟ لان هو واقف فوق فبيبص على الحريم، ما هو تحت بقى بيوت الخلق الله، البيوت دي كان فيها صحن كده يغسلوا فيه الستات، يطبخوا فيه، عايشين حياتهم فلابسين خفيف بتاع، فالمؤذن من فوق هيشوفهم، فكان يبقى اعمى. وعشان كده في لوحه لعلماء الحمله رسمين المؤذن الضرير ده وهو واقف يؤذن. لو دورت دلوقتي وعملت سيرش على اللوحه دي هتلاقي اللوحه اللي بقول لك عليها. يا بيه الناس كانت بتفهم، وفي نفس الوقت بقى الكفيف مش عالي على المجتمع، بقى له شغلانه. ده احنا مش اتنيننا بنيله، ده احنا اتطيننا بطين. اللي بعده، انا بيحضرني مشهد الرائع سمير غانم في مسرحيه المتزوجون لما يقول لشيرين، يقول لشيرين بابا بعت فلوس. بابا بعت فلوس يا حضرات. يا سلام، كل عام وانتم بخير. النهارده يا حضرات مصر استلمت الدفعه الثانيه والاخيره من ثمن بيع راس الحكمه. ايوه، عم بولي طلع قال خلاص استلمنا 14 مليار دولار والدنيا على راي سمير غانم، سوري سمير صبري في الاغنيه بتاعته، والله هتروق وتحلى وبكره احلى واحلى. خلاص بقى 14 مليار يا بيه، ده احنا هنتنقل. انا عايزك تطلع دلوقتي على الموبايل بتاعك دلوقتي وتدور، انت لسه في المساجد يا بيه؟ ما تفتحش معايا فتحه المساجد دي عشان انا ايه هضمها، فهضيع لك الحلقه، قسم بالله هضيع لك الحلقه. انا بحذرك لو فتحت فيديوهات المساجد الحلقه هتضيع والشغل مش هيشتغله، ما تجيبش حاجه بيه فرمل. المهم يعني دلوقتي بقى معانا 14 مليار، خلاص بابا بعت فلوس. ادي الشارق بلومبرج بتقول مصر تتسلم الدفعه الثانيه 14 مليار دولار من اموال راس الحكمه. من راس ايه بيه؟ واحنا عارفين الانجيل بيقول ايه؟ الانجيل بيقول ايه؟ سيسي لما ينصب برضه يقول لك اعمل لك كده، اول ما يعمل الحركه دي عارف انه بينصب، والله العظيم كده ينفخ يكذب، لما يعمل كده بايده يقول لك يبقى بايه؟ يبقى ايه؟ يبقى على طول عارف انه نصاب، هينصب نصبه دلوقتي. دلوقتي يا حضرات الانجيل بيقول، بيقول الانجيل راس الحكمه مخافه الله، انما السيسي عنده راس الحكمه لهفها وخد ثمنها، حتى الايه بتاعت الانجيل بلعها، خد 14. دي الفلوس الاخيره، دي الدفعه الاخيره من صفقه بيع الشرف اللي عملها السيسي مع اولاد زايد، ومن ضمنها 6 مليار دولار باقيه من الوديعه الاماراتيه. خلاص خلصت الليله؟ يعني دول كانوا هيتحولوا ال 6 مليار بتوع الوديعه الاماراتيه هيتحولوا بالجنيه المصري ويخشوا في المشروع، ما هو قال لك كده، انا ليه عندك 6 مليار؟ هديك فيهم 10 و14 يبقى كده انت مع السلامه. طيب السؤال دلوقتي بقى، السؤال اللي هيساله الشاطر اللي قاعد ورا ده، الدفعه الاولانيه راحت فين؟ ومش عايز اباحة، احنا مش جايين نهزر، احنا في مكان محترم.
الدفعة الأولانية راحت فين؟ ده السؤال الذي يجب أن ينزل في امتحانات المناهج بتاعت إعدادية. أين ذهبت الدفعة الأولى من أموال رأس الحكمة؟ مش سامع حد بيقول أنا يا أستاذ أنا يا أستاذ. طب مش أنا هفكرك بقى. السيسي خد منهم كام عبرة في صناديق ما يعلم بيها غير ربنا، وبعدها عوم الجنيه، وبعدين رجع التاني أزمة الدولار. أهو ده في الجراف. إحنا عشان إيه؟ عشان ده الامتحان ده في المنهج على فكرة، ما تلغاش يعني، ما تحذفش. الهبرات القاتلة، ماذا تبقى من بيع رأس الحكمة؟ مفيش مخافة الله بقى. صفقة رأس الحكمة 10 مليار دولار في فبراير 24، 14 مليار دولار في إبريل. صفقة الفنادق التاريخية 520 مليون دولار. الإجمالي كان بقى بتاع الفلوس دي 24 مليار أهيف دولار. السيسي خد منهم لحد دلوقتي 330 مليون دولار، حطوهم في صندوق ذوي الهمم اللي هم مين بقى ما تعرفهمش، أشباح. 10 مليار دولار حطها في المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية، أو هو قال كده يعني، إجمالي 10.33. عليك ديون كام بقى بيه؟ عليك 42 مليار دولار ديون السنة دي 24، 14 مليار دولار متأخرات بضائع، 7 مليار دولار مستحقات شركة بترول، شركات بترول، 6 مليار دولار مستحقات مستثمرين أجانب. الإجمالي عليك 69 مليار دولار، دول اللي عليك السنة دي، حلو؟ ودول اللي خدتهم، يعني أدي البيضة وأدي اللي سلقها. أدي البيضة 24 مليار ونص، رأس الحكمة تمنها مش مخافة الله، لا 24 مليار، تمام؟ حضرتك خدت منهم 33 مليون دولار حطيتهم في صندوق زي الهمم، 10 مليار قلت هوديهم للعاصمة الإدارية، عليك بقى ديون 42 مليار و14 مليار دولار متأخرات. احنا بنتكلم على الديون اللي عليك السنة دي اللي بقى فيها 6 شهور، 7 مليار بترول، 6 مليار مستثمرين أجانب، إجمالي اللي عليك 69 مليار، 69 مليار و300. السؤال دلوقتي أديك عرفت أهو، ذاكر كويس الأرقام دي عشان دي اللي هيجي في امتحان الإعدادية. أين ذهبت أموال رأس الحكمة؟ خلاص؟ السؤال بقى فين الإخوة اللي طبلوا ورقصوا وهزوا كتافهم ولحمهم على الصفقة دي وقالوا إن البيع حلال وهو اللي هيحل المشكلة؟ عايزين تفتكروهم؟ نفتكرهم مع بعض. خالد الجندي عن مشروع رأس الحكمة: نصر وتأييد من الله. يا أخي شكلك شيف. بعد اتفاقية انهيار حد في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ويخسر 11 جنيه. اللي بعده: مستشار شعبة الذهب: الزبائن توقفت عن شراء أسعار انخفضت بنسبة 30%. اللي بعده: مزايا بالجملة، مزايا بالجملة نتيجة ده، حتى الكلام سخيف. رأس الحكمة هيعمل ايه بقى؟ هيكافح السوق السوداء، هينعكس على التضخم وهيوفر فرص عمل. السيسي رجل القوي في المواقف الكبرى، لا يتخلى عن الشعب. الإعلان عن الصفقة الاستثمارية في توقيت نموذجي وثقة متناهية في الاقتصاد المصري. اللي بعده: عزة مصطفى، عزة الفقير والغني في مصر فرحان باللي حصل بعد صفقة تطوير رأس الحكمة. عايزين راسك انت. بعد توقيع رأس الحكمة تراجع في أسعار العملات والذهب، جرام الذهب، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، يلا الحق كله على العربية بجنيه وربع. بعد صفقة رأس الحكمة رئيس شعبة الحديد يعلن نزول 3000 جنيه وتوقعات باستمرار الهبوط. اللي بعده: طب ما تيجي نشوف الناس دي بقى شحم ولحم ودم كانت بتقول ايه عن رأس الحكمة. 30% كسب 100 مليار دولار لينا، 35 مليار دولار كسب، 10 لينا، المهم ليك 35 مليار، 35%. خلي بالكوا عشان رقم 35 ده رقم مصدع ناس من امبارح. في ناس من امبارح بيوتها بتولع في الاخوان، والله عندهم حرائق في بيوتهم، بتكلم بجد والله. من امبارح ناس لا تصدق ما الذي يجري. هو ايه اللي في مصر؟ هو ازاي يحصل كده في مصر؟ ده كرم ربنا. يبقى تجاريا هذه الصفقه اولا هي الانجح والاكبر من حيث الارقام في تاريخ مصر، ويمكن في المنطقه تقريبا، بتكلم كمان على شمال المتوسط، بقارن باليونان وبقارن بايطاليا وبقارن باسبانيا. لا دي صفقه كبيره، صفقه هي الاكبر على محيط البحر المتوسط. تتحدث عن ارقام طريقه دفعها بمنتهى الصراحه، طريقه لا يمكن ان تقول منها الا ان هناك مسنده اماراتيه كبيره.
24 مليار ابرونت كاش ان ادفانس، يعني حاجه ما حصلتش. فليعلم كل مواطن في مصر، فليعلم كل مواطن في مصر ان هذه الصفقه بهذه التفاصيل اللي قالها السيد رئيس الوزراء بالارقام ديت هي طوق نجاه، طوق نجاه. اللي قبل الصفقه حاجه واللي بعد الصفقه حاجه تانيه. يعني المجهود هو الاصل، هو الاصل. نعم. والله العظيم الكلام ده من القلب. صحيح. هذا الرجل ياتي دائما في اوقات فيها محن شديده، كلنا بيبقى عندنا حاله من اللايقين وقلقانين على مصر، طالع بحاجه كبيره وضخمه. أيه. مش في الحاجات الصغيره. أيه. هو النهارده وضحت جدا رؤيته يعني ايه الجمهوريه الجديده. النهارده بنفهمها جمهوريه جديده، حجم استثمار في صفقه واحده 35 مليار دولار في شهرين. احنا اقصى تقدير كاستثمار اجنبي مباشر كنا بنتكلم في 10 مليار دولار. أيه. خلال سنه. السنة. خلال سنه. السنه. بقول لحضرتك احنا في المجال التطوير السياحي والعقاري والمدن الذكيه الجديده عندنا ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر. أيه. وفي حاجه كبيره بتتم على ساحل البحر الاحمر، هيتم الاعلان عنها طبعا. سخنه و طبعا. امال احنا بنعمل قطر كهرباء من السخنه لمطروح ليه؟ حد فيكم سائل نفسه هو سادات السجن ليه؟ الزعيم الراحل محمد انور السادات السجن ليه؟ السادات السجن لانه اتهم في قضيه اسمها مقتل امين عثمان. وامين عثمان ده كان معاه دكتوراه من اكسفورد. الانجليز في مصر حبوا يستقطبوا الطبقه الارستقراطيه في مصر، ففتحوا مدارس مهمه جدا. على فكره في كتاب عن اثر الاحتلال الانجليزي على التعليم في مصر. فتحوا مدارس مهمه يستقطبوا فيها ابناء الطبقه الارستقراطيه عشان يبقوا يتبنوا الافكار الانجليزي. كان منهم امين عثمان. ده بقى امين عثمان ده طلع قال انه علاقتنا بالانجليز واحنا والانجليز محتلانا، علاقتنا بالانجليز علاقه زواج كاثوليكي، يعني مفيش فيه فراق. النتيجه بتاع التصريح ده ان اتلم مجموعه شباب وقرروا يقتلوا امين عثمان لانه اعتبر ان امين عثمان ده اخطر من الانجليز. وفعلا اتلم السادات عليهم على الشباب دول وكان اكبر منهم سنا، وكان معاهم على فكره محمد ابراهيم كامل اللي كان وزير خارجيه مصر اللي استقال ساعة اتفاقيه كامب ديفيد. وقتلوا امين عثمان فعلا. واتهم في هذه القضيه انور السادات. اهو سعيد الشحات ذات يوم في 24 يوليو براءه انور السادات ومحمد ابراهيم كامل وسجن حسين توفيق واخرين في قضيه اغتيال امين عثمان باشا. اغتالوه عشان قال ان علاقتنا بالانجليز زواج كاثوليكي. عشان خيانه، اعتبروا ان التصريح ده خيانه. تخيل كم المذيعين دول وهم بيقولوا صفقة راس الحكمة وأحسن ومش عارف إيه، لأن الإمارات عملت زي الإنجليز بالظبط، استقطبت كتير من المثقفين والإعلاميين وبقوا هم الصوت بتاعها. حد بقى يقول لي أنا رسالات إرهابي أنت بقى. لا ما فيش حد يشجع القتل إطلاقا. لكن تخيل أنا رسالات اتسجن وطلع براءة في قضية مقتل مصري كان يرى ان علاقتنا بالانجليز علاقه زواج كاثوليكي. انت النهارده عايش وبتشوف مذيعين على الشاشات المصريه بيطبلوا لاتفاقيه راس الحكمه. معاك. النتيجه ايه بقى؟ اهو السلام الضائع، هو ده محمد بن كامل. هو ده اللي كان وزير خارجيه مصر ابان اتفاقيه كامب ديفيد. ده جاء بعد اسماعيل فهمي. اسماعيل فهمي استقال لما عرف ان السادات قرر يروح يعني الموضوع ده اصلا. وبعدين جاء محمد ابراهيم كامل لما لقى الاتفاقيه مشخرمه بتاعت كامب ديفيد دي، وده كان وزير خارجيه مصر. ده باشا. ده ابوه كان وكيل وزاره. لما اتسجن مع السادات كان بيجيب اكل نظيف في الزنزانه للسادات ولحسين توفيق وللناس دي. كان ابن ناس قوي محمد ابراهيم كامل ده، باشا. وشوف الراجل المحترم ما عملش زي ابو دورين الاهطل. لما لقى السادات بيتفق لوحده، ما هو كان، ما هو انا القصه دي غريبه جدا، وانتوا تقروا المذكرات دي. القصه دي غريبه جدا، لما كان الاسرائيليين والامريكان يحبوا يقنعوا السادات بحاجه كانوا يبعدوه عن اثنين، عن محمد ابراهيم كامل واسامه الباز. والسادات كان يحب ينام بدري ويصحى بدري. فكانوا يعملوا ايه؟ يستنوه يصحى بدري وهو بيتريض ويمشي كده في دهاليز كامب ديفيد المكان يعني. وبعدين قال ايه؟ قابلوه بالصدفه. وبالصدفه يروح يتفقوا معاه اتفاق،
لما يرجع للوفد المصري ويقعدوا مع بعض في الاتفاقات الرسمية، الوفد المصري يتفاجئ بأن السادات بيقول حاجة ما اتفقناش عليها، فيكتشفوا أن السادات اتفق مع جيمي كارتر ومع مناحم بيجن عليها من وراهم. في الآخر ما قدرش يتحمل إبراهيم كامل واستقال وكتب ده في المذكرة، أنا ما أجيبش حاجة من عندي. تخيل بقى أنك أنت تعيش وتشوف مذيعين على الشاشات العربية المصرية بيروجوا ويطبلوا لبيع جزء من أرض مصر بفلوس. النتيجة إيه بقى؟ النتيجة إيه؟ لا خلاص بقى أهو، هو لما قال زواجنا كاتوليكي. النتيجة إيه؟ أنت بتراجع ورايا يا بيبو صح؟ ماشي ماشي ماشي، نعمل بعض بقى رسمي، كل واحد يحاسب على المشاريب. النتيجة يا بيه انه بعد التطبيل ده طلع صندوق النقد يقول تاني على رأي الأستاذ عبد الحليم حافظ، وتاني تاني تاني راجعي للحب تاني. الصندوق طلع النهاردة يقول ان الجنيه قيمته هتوصل الى 56 دولار، هيبقى 56 جنيه. جريدة البورصة يا بيه، صندوق النقد يتوقع ارتفاع سعر الدولار الى 56 جنيه من 24-25. صندوق النقد مش انا، مش انا والله العظيم، ده صندوق النقد. ما الفرق بين العاهرة التي تبيع شرفها مقابل المال وبين واحد بيروج لبيع قطعة من ارضه؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق. الفرق بس ان المجتمع بيحترمش دي لكن يحترم ده، لكن الاتنين عهر، الاتنين نخاسة. انتوا بعد ما طبلتوا استفيت راس الحكمة وجات ال 14 مليار الجديدة عملنا ايه بقى؟ عشان كده من اول يوم على رأي الأستاذ سيد مكاوي واحنا لسه في اول يوم، ليلة امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في اول يوم، قلت لكم هنا من اول يوم لا راس حكمة ولا راس جميلة ولا كل الرؤوس في البلد هتنفع او هتشفع لواحد فاشل. اتفرج كده كم هبرة وكم فرصة جات للسيسي في الجراف ده، هات الجراف شوف ربنا كتب عليه الفشل. ابو ريحة، عارف ابو ريحة؟ فشل المتحدث الرسمي باسم الفشل عبد الفتاح السيسي. صغر يا بيه اللوحة عشان اعرف اقراها. بص يا بيه، هبرات المليارات الضائعة، كيف اهدر السيسي فرصة انقاذ الاقتصاد المصري؟ 200 مليار دولار وصلت من مصر من دول الخليج ودول أخرى من 14 ل19، وداها فين؟ أنا عارف وداها فين، وأنت عارف وداها فين؟ عارف أنت، مش كان في ناس زمان يا هلا؟ مش كان في ناس زمان كانت بتستحمى بصابون مواعين وربنا فتح عليها وبتلبس شنط دلوقتي اسمه إيه؟ ماركات عالمية براندات وبتاع، فاكر؟ عارف مين بتكلم عليه؟ والمصحف كانوا بيستحموا بصابون مواعين. صابونة الشمس الكبيرة دي. الناس دي النهاردة بقت شايلة جوتشي وحاجات وماركات وبتاع، ماركات ألمازات. عرفت راحت فين؟ ماشي. 120 مليار قيمة القروض اللي خدها، 16 مليار اللي هي 60 مليار سعودي قيمة صندوق استثماري بعد توقيع اتفاقية التنازل عن ترن وصنافير، 15 مليار دولار عائدات الغاز الطبيعي بعد ما اكتشف حقل الظهر، 8 مليار دولار عائدات إضافية لقناة السويس الجديدة، هو هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا، 2 مليار دولار قيمة بيع الدولة لعدد من الأصول حتى عامنا. شوف الفلوس جات له قد ايه، شوف الفلوس جات له قد ايه، شوف الفلوس. بس ربك بص، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، واحنا نقول علم في المتبلم يصبح ناسي. هو اتكتب عليه الفشل. ويفضل السؤال المهم دلوقتي، حسب كلام الحكومه وصل لمصر 35 مليار دولار يا حضرات، 35 مليار، 35 مليار دولار وصل لمصر. هل الحال اتغير؟ هل التضخم وقع؟ هل الدولار نزل؟ هل بقينا كويسين ولا لسه برضو شغالين في اقتراض؟ اقتراض رغم تحذير صندوق النقد من الاقتراض والسحب على المكشوف، اخر سحب على المكشوف كان اكتر من 2 تريليون جنيه من البنوك المصريه سحبه البنك المركزي. شايف يا بيه؟ انا نفسي اسال البقف اللي عمل البنك المركزي ده بجد والله. خلي الصوره يا بيه، خلي الصوره يا بيه، خلي الصوره يا بيه، احنا هنلاقي فين؟ ده الناس دي بتجيب لنا شغل.
انا عايز اسال حضرتك سؤال يا سياده البقف. انتوا رحتوا جبتوا شركه وجبتوا مكتب استشاري عشان تعملوا المكان ده. انا اقول لي بالله عليك الله الذي لا اله الا هو، ما علاقه مصر بالعمود الدوري ده؟ ده عمود روماني، احنا ايه علاقتنا بيه؟ ما عندناش اعمده؟ عندنا، ده ما شاء الله معبد الكرنك فيه اعظم اعمده في العالم، 100 وحاجه عمود في معبد الكرنك في بهو الاعمده، كل عمود ينطح عمود يبني تحت سحاب. ايه علاقتنا احنا بالعمود ده؟ حدش قال لك يا واد ان احنا مالناش علاقه بالعمود ده؟ ولا يا ولا يا ولا ما حدش قال لك يا ولا ان ده طراز اوروبي في العماره؟ يا ولا ما حدش قال لك ان لما يبقى عندك شمس وهواء مع ميه تعمل شبابيك واسعه شويه وكبير عشان تدخل ضوء اكبر في المكان؟ ده انا ما اتعلمتش عماره يا واد، ده احنا خدناها كعابي في العماره دي، حب كده يعني، حب دروشه في العماره. حد قال لك تبني كده؟ تبقى انت بتبني في صحراء وقدامك وسع وبراح قوم تعمل الشبابيك دقيقه كده، يخرب بيتك وبيت اللي علمك. النبي يخرب بيوتكم، النبي تعيوا بعايه جلدي والدكتور يديك دواء بتاع واحده حامل. يا راجل ده من كتب البنك المركزي بياخد قروض عشان، لا لا ده اللي في شارع الجمهوريه يا بيه. انت عارض البنك ولا الخبر؟ القروض، اه الخبر، اصل فاكرك عارض البنك المركزي، ده اللي في شارع الجمهوريه. ماشي؟ يا بيه من كتر ما البنك بياخد قروض عشان يسدد عجز الموازنه، طلعت وزاره الماليه قالت ان المستحق على الحكومه من قروض عن طريق السندات المحليه واذون الخزانه 5 تريليون جنيه. انا شخصيا ما اعرفش اكتبها. والله لو قلت لي اكتبها والمصحف ما اعرف اكتبها. التريليون ده انا اللي اعرفه اخر معلوماتي عنه ان هو 1000 مليار. بس يتكتب ازاي بقى؟ الله اعلم. ده ممكن انت وانت بتكتب على الورقه تكمل بقيه الاصفار على البنطلون. 12 صفر على فكره ده مش مستوى يعني. 12 صفر ده كتير قوي. ما علينا يعني. قال لك علينا وزاره الماليه علينا 4 تريليون جنيه و 666 966 مليار جنيه. بس. الارصده القائمه من اذون الخزانه وسندات الخزانه المحليه بنهايه يناير 24 الحكومه مديونه بحوالي 5 تريليون. كان الجعر كان طلع يبرر لكل القروض دي وبيع البلد ويقول انا عملت كده عشان البلد، انا زنقت نفسي عشان ابني دوله والمصحف الشريف. تخيل بيقول لك زنقت نفسي. كان في صابونه بتاع كده حته صخره كده بتتباع عند العطار، الستات كانت تشتريها عشان تحكحك رجليها، كعوب رجليها، قسما بالله ما كانت بتخاف تتبري. بقت النهارده بتركب وبتعمل، يقول لك زنقت نفسي. شوف يا بيه. فيقول لك انت، طب انت زنقت نفسك وزنقتنا. صحيح. بس انا ما حدش قال لك زنقت نفسك دي. ما حدش قال لك. قال لك الناس بتقول لك زنقت نفسك وزنقتنا. لا انت ما زنقتش نفسك. انت زنقتنا احنا. بس. يا ترى يا فيلسوف الحمير، الزنقه اللي انت زنقت البلد فيها دي المواطن حاسس بعدها بخير من وراها يعني؟ ولا لسه الحكومه بتاعتك بتحلف فيه وبتفرض عليه رسوم لكل حاجه؟ واخرها فرضوا رسوم على الذهب المغتربين اللي بيشتروه هم راجعين كده، المدام جايه من قطر متسيغه، جايه من السعوديه متسويغه، ادفع يا بيه. مصادر جمركيه 371 جنيه مصروفات على كل جرام ذهب، والله لمص دمكم. والله لمص دم، تخيل 371 جنيه مصروفات على كل جرام. يعني المدام وهي داخله كده احسب بقى. احسب. ويا ريتها وقفت على كده، على الذهب واكتفينا. لا ده لسه في رسوم يعني هتتفرض. فندور بقى على ايه؟ على باب جديد. ايه الباب الجديد؟ نروح ذات مصر كده. التطبيق اليوم زياده رسوم اصدار ترخيص السيارات. تخيل. كمان الادويه اللي الناس بتعالج بيها يا ريت تشوفوا لها مخرج نزود بيه سعرها شويه عشان الشعب معاه فلوس كتير قوي. شعبه الادويه بتقول لك نطالب بزياده اسعار ال 1500 صنف الى 50%. كان من كام يوم يا بيبو حد طالع في وزاره الادويه دي ولا بتاع الادويه دي وزاره الصحه يقول لك ايه؟
يقول لك هو المهم تلاقي الدواء ولا انه سعره غالي؟ شام ليه انت حاطتني الحطه دي؟ وفي حد قال الجمله دي غير وزاره الصحه؟ فاكر انت علي المصلحي المساوك المنحنح لما قال لك مش مهم ان السلع غاليه، المهم انها موجوده. هم رفعوا شعار دلوقتي كده، مش مهم ان الحاجه غاليه، المهم هي موجوده ولا لا؟ طب هي موجوده انا مش هقدر اشتريها، يعني صفر برضو. لا، طلع والله قالوا في الادويه كده، انا لو دورت لك دلوقتي هجيب لك. قالوا في الادويه كده، قال لك المهم مش مهم ان الادويه غاليه، المهم ان الادويه موجوده. طب انا عيان وعايز الدواء والدواء غالي عليا اعمل بيه ايه؟ نفس قصه علي المصلحي بالظبط لما قال لك مش مهم ان السلع غاليه، المهم انها موجوده ولا لا. عبال انت ما تغرق في الحته دي يا سيسي. انت وحكومتك وصلتوا الناس انها ممكن تسرق عادي جدا وتستحل اي حاجه قدامها، بعد ما اتعمدت انك انت تعيشهم في فقر وتخليهم يلفوا حوالين دماغهم من الاسعار اللي بتزيد كل يوم، وبيصدقوا يجيب لهم فرصه يلاقوا حاجه ببلاش ياخدوها. ده فيديو لمواطنين في المنيا تقريبا، في المنيا. الماسوره بتاعه الجاز باظت، ماسوره وقود. انت عارف المشهد ده بيفكرني بيها بيبو؟ المشهد ده بيفكرني بمشهد من فيلم شيء من الخوف. فشيء من الخوف شاديه وقفت فتحت الهويس والفلاحين هم قاعدين، فقعدوا ينبسطوا. والمشهد ده كان حقيقي جدا، ما كانش تمثيل، كانت الناس اللي فيه مشهد حقيقي زي دول كده، ناس حقيقيه. لما حبوا يصوروا ده في احدى قرى الدلتا، قرر الاستاذ صلاح ذو الفقار، كان زوج شاديه هو منتج الفيلم، قرر ان هو يشتري هويس للقريه دي ويصوروا مشهد الهويس وبيتفتح فعلا بجد، يصوروه على انه جزء من الفيلم. وحصل وطلع زي كده بالظبط. يلا افتح بقى، هات الهويس بقى، هات هويس شاديه كده عشان نطلع الاستنج ده، هات هويس شاديه. مش هيجيب. انا قبل ما يجيب لك هويس شاديه عايز اقول لك على حاجه يا عبد الفتاح، حتى مؤيدينك مش طايقينك، حتى مؤيدينك بيسلموا عليك ويهدوك السلام، ويهدوك سلام من الاستاذ محمد عبد الوهاب من أغنية خي خي حبيبي قاسي ليه يا خي. في كوبليه بيقولوا على شكل موال، بيقول فيه أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له على اللي جرى واللي بيجرالي، وتقول له صاحبك حبيبك من ضنا غالي، وفات معايا كلام من الحلو الغالي يهز قلب الحجر لو يفهمه الخالي. لو بتفهم، لو بتفهم هات بقى اهو المشهد اهو. برافو عليك، العب اهو الصوت ده. دي الحان الاستاذ الكبير بليغ حمدي، والسيناريو الاستاذ عبد الرحمن العبود. دول فلاحين بجد وكانوا مستنيين بجد فتح الهويس، فاستغل الاستاذ الكبير صلاح ذو الفقار المشهد ده، وكان عمل الهويس ده فعلا للفلاحين. وهتقف شاديه تفتح الهويس فعلا، ودول مش كومبارس، دول هويس فعلا، فلاحين فعلا. افتح بقى جاري المشهد كده لحد ما تفتح، هي جاري المشهد لحد ما تفتح. اه بص، فلاحين فعلا، شايف؟ شايف هتيجي فاتحه الهويس، هوب افتح بقى، افتح الهويس وهات التاني جنبه بقى، هات المشهد بتاع الجاز بتاع المانيا جنبه. الفرق بس في الجغرافيا، ده في الدلتا والتاني في المانيا، ودي ميه والتاني جاز. احنا جبنا جاز يا ريس، الارض طلعت جاز. هتفتح الهويس بجد وتنزل الميه بجد، والفلاحين ينبسطوا بجد. مشهد الفلاحين في اللونج شبه مشهد بالظبط. يا سلام عليك، هو ده الفن بقى، هو ده الفن. يا سلام سلام، تشتغل مع مخرج فاهم كده، وتشتغل مع حبيبه الفاهم، ترتاح بقى. شايف هنا الناس بتعبي ميه، هنا الناس بتعبي جاز. شفت يا بيه؟ شفت مصر بقت فين؟ بقينا في حته تانيه خالص، بقينا في حته تانيه خالص. حضرات الساده، خلينا ناخد فاصل ترند ثم نعود الى ترند. ترند اللي احنا قلناه امبارح، فاكرين قصه اوبر؟
لما قلنا امبارح ان الجيش حط عينه على السبوبه نطلع ترند وبعده ترند. امبارح كنا بنتكلم عن الحوادث اللي بتحصل للستات او مع البنات والستات في عربيات شركه اوبر اللي زادت في الفتره الاخيره، وطرحنا هنا تعليقات بعض المصريين اللي شايفين الحمله الشرسه بتاعت اعلام سامسونج على اوبرا دي، على سوري اوبر، ممكن يكون وراها خطه السيسي وعصابته انهم يعملوا شركه تبع الجيش تبقى بديل لاوبر. وانا امبارح حذرت في الكلام من القصه دي، افكرك بفيديو امبارح، انما هتاخد ايه بقى من واحد عايش حياته مع الستات تلزيق وحنيه، بس الواقع بيقول انها بلد فيها رعب، الشوارع رعب، حتى البنت اللي راكبه عربيتها لوحدها تخاف تمشي في حته لا يطلع عليها ناس. اسألوا كده كل ست بتسوق عربية بتمشي في الشوارع دي الساعة كام؟ ولو دخلتها غلط بتعمل ايه؟ بتبقى مرعوبة، لأن الدولة مش بتبص ليها ومش هتعوضها عن حاجة. الدولة في الآخر بتبص اللي بيدفع أكتر، اللي واخدينه الستات من السيسي ونظامه التلزيق النحنحة. إنما اوعى تفكر يا عبد الفتاح إنك أنت تحل أوبر عشان تعمل شركات جيش. خلاص قصة الجيش لما بيخش في الشركة دي قصة سيئة، دخل في السكة الحديد بقت مديونة. بلاش، راعي ربنا ببنات مصر. وقد كان سبحان الله في نفس الوقت في نفس ذات الوقت يا مؤمن يطلع وزير النقل كامل الوزير ويخبط تصريح عن تاكسي العاصمة الإدارية. أوبا، هي الريحة يا كريمة، تاكسي العاصمة الإدارية اللي ناويين يشغلوه في القاهرة كلها مش في العاصمة الإدارية. كامل وزير ندرس تشغيل تاكسي العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى. فعلا؟ ريلي؟ أو بتدرسه؟ لا هو بقى لي قال ندرس، صح؟ قال ندرس، يعني لسه في مشروع وعطاءات هتتقدم وإشي ورق رايح وورق جاي ودراسة لخريطة القاهرة، مش كده ولا إيه؟ وفي ابلكيشن والجو مش كده اللي بتدرسه؟ هو قال ايه؟ معلش تاني يا بيبو، قال ندرس. اوكي، قال ندرس، مش كده؟ ندرس يعني لسه بندرس، ممكن تاخد 6 شهور، تاخد سنه. لا لا حضرات، ده طلعت الحكايه بتطبخ، اتطبخت خلاص. اتفضل يا بيه. العاصمه الاداريه، تشغيل تاكسي العاصمه، اول سيارات كهربائيه تعمل في العاصمه الاداريه الجديده. الحكايه شغاله يا بيه، اهي اهي اسطول عربيات وتاكسيات، وادي الجواد يا بيه، الصور يا بيه، خد يا عم، قابل يا عم، قابل وقعد اتفرج يا بيه. اسطول عربيات اهي شيفورليه جايه لهم الشركه، وادي بقى الموظفين، وادي الحاجات. تاكسي يا بيه ولا مش تاكسي؟ ده ان سي سي. قال لك ان سي برضه احنا ايه؟ احنا نحب التمحيك، احنا نحب نحك ان سي سي اللي فوق التاكسي، مش مكتوب تاكسي، لا مكتوب ان سي سي، صح؟ انا قريتها صح؟ اهي اهو ان سي سي، يعني المسجد يبقى الفتاح العليم، التاكسي يبقى ان سي سي. والناس مش هتقعد تقول ان سي سي، هتقول لك نركب سي سي. هي نركب سي سي دي وحشه؟ اصل العيال ضحكت جوه في الكنترول، اباحه يعني؟ ما خلاص، ما هي هيقول ايه؟ هيقول نركب ان سي سي؟ هيقول لك لا انا هركب السيسي. والمصحف يا عم بتضحك على ايه جوه؟ هو انتوا ليه نيتكم سيئه كده؟ ده هي هتبقى كده. المصري بيحب يختصر، بيحب الشورت كات، ما يحبش يطول في الكلام، فيقول لك هنركب. كان زمان في اتوبيس الجديد ده كانوا يسموه برضو الناس الاغنياء كانوا يسموه التي حاجه كده، كان يقولوا عليه اسم كده، احنا نقول عليه اتوبيس 13 35، احنا من ايام الترمايه بيه، فاكر الترمايه بتاع 13 بتاع سيري زينب ده وتستناه باب الخلق والجو ده، احنا من الايام دي. في جيل بقى طلع بعد كده كان يقول على اتوبيس حاجه كده السي تي، ايوه يقول لك انا هاخد السي تي حاجه كده يعني. دلوقتي لما يجي التاكسي ده بقى، انا اقول لك وانت عازمني عازمك عندي، هتركب ايه؟ هركب سي سي. هل يجوز؟ تعطر نفسك العطره دي؟ هركب سيسي، خدت سيسي، ده كلام؟
فهل ممكن يكون تاكسي العاصمة الآن سيسي، خلاها سيسي بقى، هو البديل اللي السيسي عايز يقتحم بيه عالم النقل الذكي ويزيح أوبر وكريم؟ طب احنا كنا بنركب ايه؟ مش كان يقولك هاخد كريم، هركب كريم، اشمعنى ما تحكتش على دي؟ يا ولاد الأدب، مش كان يقولك هركب كريم؟ يقولك أنا جاي راكب كريم، كانت عادي اهي، كريم ما زعلش، صح؟ انما لما هنركب والله التاكسي مكتوب عليه ان سي سي، جاي راكب سيسي. الشركات بقى اللي شغاله في المجال ده كله يركن. في الاغلب الشركه دي هتكون بتاعت حد من حيتان الجيش اللي راشقين في كل مصلحه وكل سبوبه. ودي بلد وده اللي حذر منه نشطاء السوشيال، وقالوا ان سبب الحمله على اوبر دي هي سببها القصه دي. اهو وهنا نعلم سبب الحمد على شركة أوبر وخلق قصص وأفلام رعب عشان سبوبة العسكر تشتغل خيرنا الشرير. والله المصري ده جامد جدا، خيرنا الشرير، خيرنا الشرير وهليبت وهبيرت. وبعدين بقى مع المصريين هنروح منهم فين يا ولاد؟ والله العظيم. طب انا مش عارف اقول الجمله دي، عايز اقولها بس بتضحكني. يا احمد ما تخف شويه يا احمد، خيرنا الشارين وهليبت وهبيره الارض، اديني قلتها. اي مشروع يمسكه الجيش شم فيه على طول ريحه كامل وزير اللي خرب بيت البلد ونحل ورا بره. ده مش انا اللي بقول الكلام ده، ده بيقوله الدكتور احمد برضه. دكتور احمد بيقول يا بيه لما مشروع بيمسكه الجيش بيشم ريحه كامل وزير اللي خرب البلد قبل السيسي، واللي بلسانه خلى السيسي يستقطع ديون البترول مليار دولار للنقل اللي غلى تذاكره 3000%. وزي ما قلت هنا في البرنامج انه بلاش يا جماعه الجيش يدخل في القصه دي عشان ما فيش حاجه دخلوا فيها الا وخسرنا. ادينا شفنا السكه الحديد اللي يدوب ان خلال فترته بس كان المفروض هنشوف مرفق من اهم مرافق القاهره الخدميه بيتم خصخصته. وعشان كده هم بيمهدوا بقالهم فتره للموضوع ده بالكلام عن سوء الخدمه والخسائر اللي بتتكبدها هيئه السكه الحديد. وده كان اخر تصريح لممثل الهيئه قدام مجلس النواب، قال في ايران في قطارات البي اي بي ورئيس هيئه السكه سنحقق خسائر 5 مليار جنيه هذا العام. لكن اللجان الالكترونيه اللي مشغلها كامل الوزير واللي بتطبله بالامر وعلى فترات كده سابت كارثه الخسائر بتاع السكه الحديد ال 5 مليار، وشغاله من امبارح تطبيل لكامل بيه الوزير اللي ما جابتوش ولاده، واللي مصر ما شافتش وزير نقل قبله ولا في نجاحه، وبقى هاشتاج كامل الوزير هو الاعلى. الكلام ده ما ياكلش مع رجاله القوات المسلحه، خاصه مع السيسي والفريق كامل وزير اللي بنى مصر الرئيس السيسي ومعاه الفريق كامل وزير، رجاله هزموا المستحيلات. وراحت طالعه بقى اميره قالت لك كامل وزير ماسك ودن احمد موسى وهاتك يا سرد المشروعات الضخمه وكله من دماغه، مش ماسك ورقه حتى، لا ولا مستني سؤال، رهيب والله، رهيب والله رهيب، وزير عظيم من جينات بنايين مصر. انت عارفه الجينات؟ الفريق كامل وزير رجل وطني، استلم ملف وزاره النقل المليء بقش الدبابير من وزارات سابقه اهملوا التحديث والقضاء على تنابله الوزاره والفساد اللي كان مستشري وأتباع الخرفان اللي كانوا معاول هدم الاقتصاد وعمل كذا. علي قال لك بالفعل ست الكل كنت أتمنى من القيادة المصرية السياسية أن يكون الفريق كامل وزير هو رئيس الوزارة، أنتوا بترسموا على أن كامل وزير يبقى رئيس وزارة. وعلى فترات كل ما يشموا ريحة تغيير وزاري تطلع لجان كامل وزير اللي بتقبض من كامل وزير وتقول لك كامل عمل، من ناسين خالص أن السكة الحديد نفسها قالت قدام البرطمان إن الخسائر المتوقعة السنة دي 5 مليار، ده بعد ما غلى التذكرة 3000%. طب ما فيش حد عنده دم كده ويسأل كامل بيه الوزير، ليه السكة الحديد بتخسر كل المليارات دي والفلوس اللي اتصرفت على التطوير؟ ده اللي بيقوله واحد زي بيسأله زي محمد. محمد بيسأل وبيقول بعد كل هذه الأموال التي صرفت لتطوير مرفق السكة الحديد ويقول لك الآن إن الخسارة هتبقى 5 مليار. هو كل مشروع للتطوير لازم يقابله خسائر وفشل. هل العيب ده في الحكومة ولا في إيه بالظبط؟ الفلوس راحت فين يا ريس؟
وفين كامل الوزير؟ الوزير السيسي وكامل الوزير فشلة، مفيش حاجة حطوا ايديهم فيها إلا وخسرت. ده اللي بتقوله جيهان. جيهان بتقول تصريح مريب على غرار كلام كامل الوزير واحتفائك بمشروعات التطوير وتغريق البلد بديونه، وإنها حققت مكاسب خيالية، النتيجة إنها كانت سبوبة ليكم يا ريس، والآن وجب التخلص منها. ما تقولوا كده من الأول إنكم فشلة في كل تطوير حطيتوا إيديكم المباركة فيه. هو كل الخسائر دي رغم شلال القروض اللي كامل الوزير خدها، ورغم رفع أسعار المواصلات، ده اللي كتبه علاء الدين، قال كامل الوزير بيقترض أكتر ما بيتنفس. أكتر كامل الوزير حقق خسائر 5 مليار جنيه رغم شلالات القروض والاستثمارات، ورفع أسعار تذاكر جميع أنواع المواصلات بنسبة تصل إلى 500%. إنه الطاووس الجديد الذي لا يحاسبه أحد. أين ذهب الإيرادات؟ وأين أنفقت القروض؟ لا ولسه يا أستاذ علاء الدين أنت والمصباح، في قروض تانية جاية ومش مليار ولا اتنين. السكة الحديد يا حضرات خسرانة 5 مليار بلسانهم، لكن ده لسه هتستلف كم مليار؟ خش بيع الخبر أهو في القاهرة. السكة الحديد تستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه. 16 مليار جنيه، عارف مين اللي هيدفعها علاء الدين؟ مش ياسمين، لا، ولا في مارد زي القصص بتاعتك بتاعت علاء الدين والمصباح السحري، ولا في مارد هيجي يحل القصة دي. المارد اللي هيدفع 16 مليار وال5 مليار اللي بعدهم هو المواطن. التذاكر هتعلى أكتر. كامل وزير بيقترض أكتر ما بيتنفس، وأهم حاجة عنده مشاريع الشغل فاشلة، ده اللي كتبه محمود. محمود يا بيبي يقول لك الراجل ده بيقترض أكتر ما بيتنفس حرفيا، ومن فشل لفشل. أهم حاجة شوية مشاريع فنكوش نقول إن إحنا بنينا وتحيا مصر 3 مرات وبتاع ورا كل مشروع فساد قد كده، وكلها ماشية بدون دراسة جدوى. ده محمود. لكن رغم الفشل الكبير اللي شفناه في عهد كامل بالوزير، وخصوصا في السكة الحديد اللي خسرنا 5 مليار وهتقترض 16 مليار، لكن الراجل كان له تصريحات مضحكة جدا في حواره مع أحمد موسى. أحمد موسى بقى المتحدث الرسمي باسم خيبة أمل كامل وزير. امبارح طلع معاه بيقول إن سكك حديد ألمانيا. ركز، جاهز، عندك أعصاب تستحمل اللي هقول لك عليه ده؟ عندك أعصاب ولا تقع مني؟ جاهز. كامل وزير طلع مع أحمد موسى بيقول لك إن سكك حديد ألمانيا استعانت بالمهندسين والفنيين والسواقين القطارات المصريين عشان يشغلوا عندهم. اسمع، لما جينا بعد كده بنشوف القطر السريع، شركه دي بي دوتشه بان سكك حديد ألمانيا قررت نفس الموضوع دلوقتي معانا، دلوقتي بيتم دلوقتي. قالوا احنا عايزين مهندسين وسائقين قائد القطارات مصريين يشتغلوا هنا. قلت لهم انت مش معنى يعني. ألمانيا قلت لهم مش معنى. هي دي الدوتشه بان او دي بي واخده معانا اداره وتشغيل القطر السريع. هنتكلم عنها. فجم قالوا ايه؟ احنا عايزين، عندنا القوى العامله في المانيا قليله، وانتم عندكم خبرات كويسه وعندكم سواقين، احنا سامعين ان انتم بتنتقوا السواقين بتوعكم المهندسين بتاعكم بطريقه مبتكره وطريقه جديده، وبتوديهم الكليات العسكريه تتدرب وتكتسب خبرات وتكتسب لياقه بدنيه، الى جانب ان انتم بتنقوهم بشكل كويس فنيين كويسين. قلت لهم قالوا احنا التجربه دي نجحت عندكم واحنا عايزين نعملها نكررها عندنا. لا لا لا، انا معلش، انا عايز الشاشه معلش. سبب هو ليه احمد كل شويه يسرق بص على الكاميرا؟ احمد موسى، هو حاجه من اتنين، يا اما انت سارق الكاميرا دي من حد، يا اما انت مش مصدق ان في كاميرا قدامك. على طول كل ما الراجل يتكلم تلاقي احمد راح ضرب بعينه بصه كده، انت بتجري يا بيه ما تجريش. كل بص بص بص، الكاميرا لسه موجوده، صاحب الكاميرا جه. انت فكرتني بعبد السلام النابلسي في فيلم عبد الحليم لما كان داخل في حفله والراجل عايز يقلقه البلطه عشان يعلقه البلطه، قال له مش ده بتاعي. ايه يا عم الكاميرا بتاعتك؟ قول يا راجل، قول يا كامل بيه، ألمانيا عايزة السواقين اللي عندنا ما شاء الله. قول حد هيحاسب لك، قول مصف الجلاليب في الدواليب عادي جدا. هو أنت ناسي العدد المهول من حوادث القطارات اللي ما وقفتش من ساعة ما حضرتك مسكت؟ ولا ده كل سنة بنشوف مئات الحوادث يا حضرات. أدي الجراف أهو، أبرز حوادث القطارات أهو. في عهد كامل وزير في سنة 19 كنا رجاله، وقفنا وقفه رجاله، كان في 4 وفيات واربع اصابات وخروج قطار عن مساره. في سنه 20 قطر المنصوره اصاب 14. في سنه 21 قطر سوهاج 32 حاله وفاه و66 اصابه تصادم قطارين. في سنه 21 برضه قطار طوخ 11 وفاه و8. في سنه 21 برضه حلوان 4 وفيات. بص يعني 21
ادي 32 حالة وفاة، و11 يبقى كام؟ يبقى 43، و4 يبقى حوالي 47. 47 حالة وفاة في القطارات في سنة 21 بس. بس في شهر 3 وشهر 4 وشهر 6. ده غير الإصابات بقى، عد يا بيه. ادي 66 إصابة وفي يوم 98 وزيد ضيف عليهم 26 إصابة. في سنة 22 قطار الشرقية 3 حالات وفيات وتسع إصابات تصادم بقطار بالميكروباص. في سنة 22 قطار الشرقية 27 إصابة تصادم والحمد لله فيش وفيات. قطار قليوب 4 وفيات عد يا بيه. بيقول لك الراجل شغال وحاجات. شوف صاحب الحساب ده كتب تعليقا على كلامه قال ايه؟ عراب القروض قال كده بالنص. كامل وزير عراب القروض في مصر بيجيب لنا بتصريحات عنترية يومية خارج العقل، ولا يجد من يلجمه في وجود رئيس وزراء ضعيف وموظف. نعاني من مسؤولين ووزراء مفصولين عن الدنيا والناس والواقع الاقتصادي المنهار، وهم أحد أسباب كل ما تعاني مصر من فشل اقتصادي وانهيار عملة وغلاء أسعار. بس اللجان ما سكتتش ودخلت طبلت لسيادة كامل وزير وللجيش اللي عنده أعظم لواءات وخبرات في العالم. شوف التغريده دي كده، قالك عندنا اعظم لواءات ايه يا زوزو، واعظم خبرات واعظم تعليم في الجيش. انا شفت بعيني، شفت ايه يا زوزو؟ ما تحكي لنا، انبسطتي؟ اهم حاجه يا زوزو تكوني انبسطتي، اهم حاجه. احنا يهمنا ايه غير انبساطك؟ لكن النشطاء ردوا على زوزو وفكروها بالماضي القذر لكامل وزير نفسه زي ما كتب صاحب الحزاب ده. قالك منين يا حبيبتي؟ قال لها منين يا حبيبتي، منين جبتي ان عندنا اعظم لواءات في الكون دي؟ كامل وزير نفسه له فيديو وهو بيتفق مع مهربين اللي عايز يهرب يهرب بس يدفع يشخله. ده تقولي عليه ايه؟ لواء عظيم ولا حرامي؟ هو بيكلمها على الفيديو ده. فاكر الفيديو ده لما كان قاعد مع الجماعه عرب غرب وبيقول لهم اللي عايز يهرب يهرب؟ الفيديو ده احنا موافقين تهرب بس تشتغل. انا موافق يهرب يهرب بس يشتغل. المهم حصلت التهريب تقعد علينا بحاجه. طلع عليهم على فكره هي مش هتقعد علينا بحاجه. ايه يا زوزو، انت كنت بتقاسمي معاهم يا زوزو ولا ايه؟ اللي عايز يهرب يهرب؟ ده كان ايامها كامل في العيال الهندسيه. لكن وعشان كامل وزير عارف انه مكروه هو والسيسي وكل العسكر، فحب يظهر بمظهر الحمل الوديع اللي زاهد في السلطه واللي هيمشي ومش مخلد فيها، وراح خابطنا بتصريح اخروي قال فيه الاتي: مفيش حد خالد في مكانه، بكره هنمشي وحققت 75% من وعدي للشعب. بس نشطاء كتير هاجموه واعتبروا ان الاعلام بيلمعه، وده اللي كتبه مهدي وقال الاعلام بيسلط الضوء على ما يريد تلميعه او من يريد تلميعه. والحقيقه ان هذا البياده قد نال أكثر كثيرا مما يستحق من التلميع، حتى أصبح براقا. لم تحدث كوارث ومصايب في عهد أي وزير نقل أكثر ما حدثت في عهد هذا الكامل الذي فعل عكس اسمه. كل من انكفأ على وجهه تحت أقدام النظام الفاسد الحاكم لا يستحق الاحترام. ومن البديهي أن النظام الفاشل لا يجمع حوله إلا من هم على شاكلته، زي ما بيقول مهدي كده. كامل وزير على شاكلة السيسي ومن نفس طينة وعينة السيسي، عشان كده في بعض شافوا أنسب مرحلة في الفساد ده شافوه هو، زي ما كتب نشطاء كتير على السوشيال ميديا لتحقيقه خسائر جسيمة بالمليارات في وزارة النقل والمواصلات كغيره من العسكر انتظروا تعيين الفريق كامل وزير رئيس الوزراء قريبا، وهي دي مصر يا عبلة. الخلاصة يا حضرات، كامل وزير بص بيصار ازاي بيصار جنب التاكسي جنب السيسي. شايف السيسي؟ اركب السيسي بقى، اركب السيسي بقى اهو، اركبه يا بيه، ده حلال عادي يعني، مفيش اي عيب يعني، ما تركبه. ما الراجل عمل نفسه ركوبه. الراجل ده عايز يبقى رئيس وزاره، هيموت يبقى رئيس وزاره، لكن عباس كامل زي ما قلت لكم واقف له في العظمه في الزور ومش هينولها له، لان عباس كامل ما بيطقش السيسي، ما بيطقش كامل وزير. لكن سواء جاك يا رئيس وزراء او ما جاش، ازمه مصر اكبر من السيسي وعصابته اللي خربوها وقعدوا على تلها، والبلد دي مش هتشوف تقدم ولا نهضه الا لما يغوروا كلهم. اما بالنسبه بقى للناس اللي فرحانه بتاكسي العاصمه او السيسي الجديد، فانا عايز اسالهم سؤال:
إذا حصلت أي مشكلة في أوبر أنت بتعرف على الأقل تفضح أوبر، بتعرف تكتب عنها، بتعرف تشرد للكابتن اللي أنت ركبت معاه، بتعرف تمسك الشركة تسمح كرامتها الأرض على السوشيال أو بين الناس. لكن لو دي شركة تبع الجيش وحصلت مشكلة في السيسي مثلا، السيسي مثلا العفشة بتاعته وقعت، أنا بتكلم على السيسي اللي هو التاكسي، مش في عفشة ولا ملوش عفشة ولا هو جاي من غير عفشة؟ أكيد له عفشة وله شنطة ورا، وعادي ممكن يتخبط من ورا عادي يعني، عادي جدا، وممكن الشكمان بتاعه يقع وهو ماشي عادي يعني، وممكن يقول لك مالي السيسي بينعر كده، قصده على التاكسي. يا بيه إذا حصلت مشكلة مع الكابتن بتاع هذا التاكسي السيسي هتعرف تتكلم؟ هتعرف تشتكي؟ ولا هتتاخد ورا الشمس؟ هي دي بقى مشكلة مشاريع الجيش، الكوبري يتعمل ويقع عادي جدا، مفيش حد بيحاسب، الكوبري يتعمل ويخش في البلكونة حد يقدر يفتح بقه؟ الزرع بيتشال من الأرض ويتحط في حتة حد يقدر يناقش؟ هي دي مشكلة الجيش بقى، انك انت مش هتقدر تفتح بقك لو حصلتك مشكلة وانت طالع من بيتك رايح فرح وركبت السيسي، يبقى خليه ينفعك. من حوالي أسبوع نشرت صحيفة هارس الإسرائيلية تقرير ليها حصري عن أن في شركة أمريكية هتمسك موضوع معبر رفح ده وهتديره بالتعاون مع مصر. الخبر هو على صحيفة هارس الإسرائيلية. إسرائيل تلتزم بالحد من عملية رفح وتمنح السيطرة على المعبر مع مصر لشركة أمريكية خاصة. كويس؟ الحقيقة اللي قلنا الكلام ده ان العرجاني هل هيكون له وضع او اي حاجة بتحصل في ادارة المعبر، دي كانت حلقة لينا احنا في 7 مايو ده. تفضل. من 4 ايام قلت لحضرتك لو بتشوف البرنامج ده انه العرجاني مش بعيد عن اختيار اسرائيل. انا قلت الكلام ده من 4 ايام، وقلت مفيش نحلة دبانة تهوب ناحية سيناء من غير موافقة اسرائيل بموجب اتفاقات كامب ديفيد. 56 صفحة بالملاحق اقروها، واتحدى واحد يعارض دلوقتي. مفيش عربية كاوتش عربية يخش اسرائيل، يخش سيناء الا بموافقة اسرائيل. طب خد الخبر ده بقى، العرجاني انا قلت لك مش بعيد عن اسرائيل، عن اختيار اسرائيل. بص بقى عاجل هارتس، اتفاق مصري اسرائيلي، مصري اسرائيلي امريكي على تولي جسم مدني مسلح مراقبة معبر رفح بعد انتهاء العملية العسكرية. اهلا بيك، اهلا بيك حضرات السادة المشاهدين. عيب عيب، انت ما بتعملش اي حاجة غير انك انت تولول فقط، تلطم تصوت. الكلام ده كان في 7 مايو. موقع ميدل ايست مونيتور بينقل النهارده عن مصدر بيقول لك ان اللي هيكون في اداره، موجود في اداره معبر رفح هو العرجاني. ده الموقع اللي بيقول مش انا، وكمان هيكون له دور زي ما توقعنا بالظبط. ادي مترجم اهو، ميدل ايست اي او مونيتور، سوري، او ميدل ايست مونيتور تقريبا. من يعارض عمليه رفح الاسرائيليه ومن سيستفيد؟ وقال مصدر مصري اخر تحدث معي شريطة عدم الكشف عن هويته أنه لا يستبعد أن يكون لاتحاد قبائل سيناء ورئيسه رجل الأعمال العرجاني دور في إدارة المعبر نظرا لتزايد نفوذ الرجل، وهو مقرب من المخابرات المصرية ويرتبط بعلاقات وثيقة بمحمود السيسي الذي يشغل منصب وكيل وكالة، وكيل مخابرات يعني. وقبل أيام قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الصحفي مصطفى بكري أنه يمكن اعتبار الاتحاد فصيل تابع للقوات المسلحة ويعمل لصالحها، وهو ما يعزز المخاوف المصرية من إسناد أدوار مشبوهة للعرجاني ورجالته. طب السؤال هو ليه العرجاني؟ يعني العرجاني بقى يبقى ممثل مصر على الحدود مع إسرائيل وإحنا مش عارفين؟ وبالفعل بنشوف العرجاني وميليشياته بقوا دولة جوه الدولة، وكمان بينشروا بقى اقتراحات بديل لمعبر رفح. قال اتحاد القبائل العربية نطالب بإيجاد معبر بديل بين مصر وغزة لحين إعادة افتتاح المعبر. تصريحات الاتحاد خلت البي بي سي نفسها تصفه بأنه الرجل الأقوى في سيناء، زي ما قالت البي بي سي كده في شبه جزيرة سيناء. مش بس الأقوى في سيناء زي ما بتقول البي بي سي، إنما العرجاني بيشق طريقه إنه يبقى الأقوى في مصر
برضا إسرائيلي إماراتي، وبيعيد سيناريو حذرنا منه في البرنامج هنا، وكنا أول ناس إنه حمدتي بحذافيره، والفيديوهات موجودة. بدليل كمان اللي أنا قلته مبارح، إن إزاي قناة العربية وهي قناة إخبارية تستقبل بيان لاتحاد مشبوع أو اتحاد ليس له وجود وتذيعه في نشرتها الإخبارية بالصوت والصورة وورا فيديو. أفكرك باللي أنا قلته مبارح؟ تخيل بقى معايا إن السيسي أو لويس الـ14 شايف كل ده، وقبلها بيفتح قناة العربية تلاقي بيان من اتحاد العرجاني موجه للرسالة الرئاسة المصرية، بيطالبوا فيها أو من اتحاد القبائل يعني، بيطالبوا فيها باتخاذ موقف حازم من وجود الإسرائيليين في معبر رفح. مين بيقول كده؟ العرجاني موجه الكلام لمين؟ للسيسي. ده على قناة العربية. تفضل. أكد بيان صادر عن اتحاد القبائل العربية في سيناء تعقيبا على ما يجري في قطاع غزة ضرورة التحرك الدولي الفوري من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من معبر رفح البري، المعبر المصري الفلسطيني. دعا بيان صادر عن اتحاد القبائل العربية في سيناء الرئاسة المصرية للتحرك العاجل من أجل تأمين الحدود المصرية مع غزة والمساهمة في إلزام إسرائيل بالخروج من معبر رفح البري وفرض السيادة المصرية، مطالبا بإيجاد معبر بديل فورا بين مصر وغزة لحين خروج إسرائيل من معبر رفح البري، والعمل عاجل على إدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع وتسفير الحالات المرضية ومصابي الحرب. أنا مش مصدق كيان جوه مصر بيوجه رسالة للرئاسة إنها تاخد موقف من احتلال إسرائيل البعبر. دي مصيبة. المصيبة الثانية إن الكيان اللي هو بيوجه رسالة دي تواصل مع قنوات عربية عشان يذيعوا البيان. دي مصيبة تانية. المصيبة الثالثة إن القناة العربية السعودية تحتفي بالبيان وتحطه في نشرة أخبارها. دي كارثة ثالثة، كارثة ثلاثية الأبعاد. لو أنت مكان السيسي يا ترى هيكون إيه شعورك؟ اللي أنا قلته مبارح ده شيء خطير جدا، إنه قناة العربية بتحتفي ببيان صادر عن اتحاد ملوش أي لازمة. يعني وضربت مثل، هل يجوز أن نقابة المحامين أو نقابة الأطباء تصدر بيان وبعدين تبعته للقناة العربية وقناة العربية تذيعه وتديله أهمية كده؟ للأسف مصر بتتحول من دولة علمت العالم العربي يعني أحزاب إلى مصر السيسي تحت عنوان دولة القبائل والعشائر، وده اللي رصدته عدد من المواقع للمشهد السياسي في مصر، حطناه في الجراف ده. الأحزاب السياسية، بص ده العربي الجديد ومدى مصر وميدل إيست ومصادر أخرى، الأحزاب السياسية بها انشقاقات واعتصامات ومشاكلات داخلية وسيطرة أمنية عليها. النظام أزال عن الأحزاب الحماية القانونية والدستورية التي كان يتمتع بها. البرلمان بيشكل داخل أروقة الأجهزة الأمنية وأعضاؤه لا يمثلون الشعب. برلمان لا يمارس دوره الطبيعي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة. شكل الحياة السياسية، استبدلت الأحزاب والمجتمع باتحاد قبائل عربية بخالد عرجاني. سياسيين يرون أنه لا مكان للقبائل في ظل دستور يقول بدولة مدنية حديثة. الاعتماد على فئة من الفاسدين من رجال الأعمال في صدارة السلطة. لا صوت سياسي للشباب في الجامعات والكيانات الطلابية مدجنة تشكل بمعرفة الأمن. ده اللي احنا عايزين أسئلة كتيرة عن مستقبل ميليشيات العرجاني ودوره والدعم الإسرائيلي ليه. وأنا برضو لازلت مؤكد أنه احتفاء قناة العربية بالبيان بتاع العرجاني ده له دلالة خطيرة جدا، لأن أنا اشتغلت في التلفزيون وأعلم كيف يتم ترتيب الأخبار وأهميتها أو نقولها أو ما نقولهاش. فكون قناة العربية تحتفي بالبيان ده وتديله صدارة كده، ده شيء خطير، مؤشر خطير جدا. المشهد السياسي في مصر بيتحول لأول مرة بعد الانقلاب إلى السيناريوهات العشائرية. هل ده هيحصل؟ خلينا أناقش ده مع ضيوفي، الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا مع الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. دكتور عمرو أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ. بعد إذن الأستاذ أحمد مولانا خلينا نبدأ بالدكتور عمرو عادل، لأن احنا عرفناه في الآخر، فبس عشان نوازن المسألة. دكتور عمرو خليني أبدأ معك من بسؤال يعني يكاد يهم كل الناس، وأكيد حضرتك متابع جيد للقصة دي. مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل قال في تصريح غريب بأن الاتحاد لم يحصل بعد على ترخيص،
ولعل حضرتك لو تابعت امبارح حلقتنا سردنا كارثية الموقف ده. كيف يسمح لجهة بتنظيم مؤتمرات، ده اللي طرحنا امبارح، وإصدار بيانات دون ترخيص؟ ما دلالة ذلك يا دكتور عمرو؟ هو حضرتك احنا يعني الكلام حاجة بتقوله في ظل دولة ليها بنية قانونية وقواعد دستورية، فبالتالي الأمور بتدار طبقا للنصوص الموجودة في القانون أو الدستور. لكن احنا من زمان جدا، يمكن من الخمسينات أو يعني بعد كده، الأمور بتدار بأوزان القوة، من يمتلك القوة ومن يمتلك القدرة على فرض إرادته على المجتمع وعلى القانون، وبالتالي بيعمل اللي هو عايزه. والكلام ده زاد جدا بعد الانقلاب. يعني حضرتك انت بتتكلم الاحزاب، المفروض في قواعد دستوريه واضحه الاحزاب بتدار ازاي، بتشتغل ازاي، الكلام ده بيحصلش لان هي بتمثل خطر على النظام. اما القوى الميليشيات اللي بتتكون الان في مصر بدايه من نخنوخ زي ما حضرتك ذكرت، ودلوقتي اتحاد القبائل تحت اي عناوين واي مسميات، وهي موجوده بدعم من السلطه وقرار منها وتنسيق معها، فالكل بيتجاوز القانون. فاحنا الاطار حاجه بتتكلم فيه في دول القانون والدستور والمؤسسات، لكن للاسف المؤسسات في مصر بتختفي، احنا ما عندناش مؤسسه تشريعيه وربما ما عندناش مؤسسه. معلش يا دكتور عمرو، بس خليني اقف معاك. لو انت معاك عربيه فول او عربيه اكل، لو انا معايا انا مع يعني مع حفظ المقام يعني معايا انا عربيه فول وحبيت اقبلها في الشارع، مش هيجيني بتاع البلديه يطلب مني 6000 ترخيص و6000 موافقه؟ طيب يعني دوله قانون. لا مش صحيح، دي دوله قانون طبقا زي ما قلت لحضرتك لاوزان القوه. الراجل بتاع عربيه الفول ده راجل بائس وغلبان وجزء من الشعب، والشعب بيستغل من الطبقه الحاكمه. احنا عندنا طبقه شريحه في المجتمع هي اللي متجاوزه القانون وتقدر تفرض القانون اللي عايزاه، وغالب المجتمع 95% او 90% منه بيفرض عليه القانون اللي متصورات دوله، يعني النصوص دي محطوطه عشانهم. لكن اداره السلطه ما فيهاش قانون. لما بتتكلم على الاحزاب ما تتكلمش على القانون، تتكلم عن الصحافه ما تتكلمش عن القانون، تتكلم على البرلمان ما تتكلمش عن القانون والدستور، لا دي بتتعمل بتوازنات اخرى طبقا لمصالح الطبقه الحاكمه، مصالح راس السلطه وايه حجم المكسب اللي هيحصل عليه. لكن على المستوى الشعب نطلع بقى بالتراخيص والقوانين والكلام اللطيف ده، لكن في هذا المستوى من صراعات القوى والسلطه والعلاقات مع الاقليم وغيره. طب ما ده خليني اسالك سؤال يا دكتور، ده خليني اسالك سؤال دكتور عمرو، ولكن خليني اروح للاستاذ احمد مولانا. بس هسالك سؤال في القصه دي، ما هي من اين هو ده سؤالي بقى لما ارجع لك، يعني ما من اين يستمد العرجاني قوته؟ بس خليني اروح للدكتور للاستاذ احمد مولانا عقبال ما يبقى دكتور يا رب. نشر موقع القاهره 24 معلومات عن محمود السيسي انه خدم في سيناء في معسكرات المقذوفات، وانه عنده علاقات بعدد من شيوخ القبائل وشباب سيناء، لحد يمكن ان يكون محمود السيسي لعب دور في صعود العرجاني للواجهه بهذه السرعه، ام ان السيسي نفسه هو من اراد ان يصنع هذا العرجاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا هحاول استدل على الواقع بنماذج من التاريخ القريب. يعني احنا عندنا الشكل الحديث للدولة المصرية اللي تأسس مع عهد محمد علي قام على تفكيك مراكز القوة الموجودة في المجتمع، وان السلطة هي اللي تحتكر القوة، لذلك محمد علي كان له يعني جهود وأنشطة كثيرة ضد القبائل العربية وضد كسر شوكتها، وصولا ان هو منح رموزها ومشايخها أراضي من أجل توطينهم. يعني مثلا أحمد عرابي كزعيم وطني هو أجداده من الأعراب اللي تم توطينهم في محافظة الشرقية، وغيره من الشخصيات العامة. وظل هذا هو الواقع الموجود، أن الدولة في مصر هي بتحتكر أدوات القوة وأدوات الفعل. ولكن في النموذج الناصري بعد عام 1952 كان عبد الناصر بيستحدث مؤسسات وهيئات لأداء أغراض محددة. يعني عمل في البدايه حاجه اسمها الحرس الوطني، عمل بعد كده هيئه التحرير، عمل منظمه الشباب، عمل الاتحاد الاشتراكي. وكان الناس اللي اشتغلوا مع جمال عبد الناصر في المساحه دي بيتكلموا ان هو دايما كان يقول ان انا عملت كذا من اجل هدف محدد كم سنه ويلغي هذه المؤسسه او هذا الكيان ويطلع بمشروع جديد. فانا في ظني ان تجربه اتحاد القبائل العربيه هو ليس مسار أو كيان أو العرجاني، هو شيء منفصل بذاته يمثل مركز ثقل
موجود في الدولة، إنما هو أحد الواجهات اللي بعض المؤسسات استحدثتها من أجل أداء دور معين في مرحلة معينة، ومع انتهاء الهدف منه ستطوى صفحته كما طويت صفحات هيئة التحرير والحرس الوطني. أختلف معك يا أستاذ أحمد، أختلف معك. خليني بس خليني أقول لك نقطة الاختلاف فين. خليني أقول لك هيئة التحرير أو التنظيم الطليعي أو الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي، لم يكن هناك من الخارج من يؤيد أو من يعطيك دور أكبر من دورك، لكن نحن الآن في وسط مجتمع إقليمي بيستجذب إليه بعض هذه الكيانات، وربما تفجر هذه الكيانات خطورة شديدة جدا، وشوفنا ده في حميتي، يعني هذا راعي الإبل اللي كونه عمر بشير فجأة استقوى بالإمارات وبالسعودية وأصبح قوة، فما عدناش زي الستينات أو الخمسينات. ما هي يعني هي اعتراض مهم من حضرتك، ولكن هيحتاج له النظر لطبيعة هذا الكيان. هل هذا الكيان هو بيتكون من شخصيات منفصلة عن إطار الدولة لها قيادتها الخاصة اللي بتقودها وبتوجهها، أم أن الشخصيات الموجودة المؤثرة والفاعلة في هذه الكيانات هم أصلاً مسؤولين في الأجهزة؟ إحنا عندنا مجموعة شركات العرجاني، نائب رئيس مجلس الإدارة له لواء سابق في أحد الأجهزة السيادية بقوات المسلحة، اتحاد القوى العربية اللي تم تأسيسه، اثنين النواب للعرجان، أحدهم رئيس لجنة الشؤون العربية في السابق في البرلمان، والآخر لواء في شرطة وكمحافظ. فالمؤسسة مش متسابة للعرجاني، يعني حمدتي هو وأخوه وعيلته هم الذين قادوا هذا التشكيل الموجود في الدعم السريع، وبقى لهم قوة تعبر عن ذاته، في حين أن اتحاد القبائل العربية بالشكل اللي أعلن عنه، أما هنيجي ننظر له عن كثب هنلاقي لا، أن المفاصل الموجودة فيه والمناصب اللي موجودة فيه هي كلها المسؤولين سابقين في الدولة، لا يوجد يعني شخص ليس له رصيد من الصعود المؤسسي في وظائف الدولة سوى العرجاني، فبالتالي هو يمثل وجهة، في حين أن المفاصل الحقيقية الموجودة موجودة في إيد المؤسسات. فهنا ده نقطة اختلاف بينه وبين حمدتي. أنا التحدي أو النموذج إن نموذج العرجاني يتحول لحمدتي لو العرجاني وأسرته وعائلته ورجالته وناسه هم اللي بيشرفوا على هذا العمل وبيشتغلوا بشكل منفصل وبيبنوا علاقات خارجية وبيستمد قوته من هذه العلاقات، هنا بيكون ده تهديد حقيقي فعلا. يعني أنت عايز تقول إن هو ليس تهديدا حقيقيا وليس صورة مكررة من حمدتي، صح كده؟ نعم، لان 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 مفاصل هذه المؤسسات موجوده بايد مسؤولين. جميل، انا مختلف معك تماما، بس خليني اروح للدكتور عمرو عادل. دكتور عمرو، كيف انا كاعلامي قرات ترحيب القناه العربيه بالبيان اللي صدر من اتحاد القبائل المزعوم ده، قرات انه في غايه الخطوره وانه يشكل خطوره فعلا، وان الرجل ربما تكون السعوديه محتضناه، ده اضافه الى احتضان اسرائيل ليه. هنا سؤالي بقى لحضرتك اللي كنت سألته، من أين يستمد العرجان القوة؟ هل من الشركات ورفقائه في الداخل ولا من على المستوى الإقليمي؟ يعني أنا أعتقد أن أولا نتفق أن القبائل العربية وأهل سيناء تعرضوا لظلم فادح على مدى زمن طويل جدا، وكانوا يتم استخدامهم استخدام سيء جدا، فبالتالي القضية مش قضية نوع من التفرقة بين أطياف الشعب، لا، هي الفكرة أن التشكيل نفسه التواجد بهذا الشكل بيمثل خطورة. أنا أعتقد أن العرجاني بمجموعة من العلاقات وعلاقته مع القبائل اللي موجودة في سيناء ونوع من التنظيم الاجتماعي الخاص به وعدم رغبة أو رغبة الدولة في إنشاء كيان بيقوم ببعض العمليات وبعض الأمور اللي هي ما بتقدرش تقوم بها لأسباب ما، فبالتالي كان حصل توافق أنه يتم إنشاء هذا الكيان وعلى رأسه هذا الرجل، وزي ما المهندس أحمد قال في مجموعة بتعمل كنترول سيطرة على المفاصل داخل المؤسسة. لكن في مشكلة خطيرة جدا، إن مجموع كل القوة الحقيقية، يعني القوة الحقيقية كلها وموجودة داخل المؤسسة في إيد ناس لها شبكة ترابط وعلاقات برا المفاصل الرأسية أو ممكن تتعامل خارج المفاصل الرأسية. فالعرجاني أو هذا النموذج اللي هو يقترب من نموذج الميليشيا ولسه ما وصلش ليها، لان زي ما المهندس احمد قال في بعض المفاصل تم السيطره عليها، ولكن الدول الاخرى في الاقليم ليها مصالح متضاربه ومتعارضه وفي اتفاقات مع النظام وبيضغطوا على النظام في بعض الامور، ووجود مثل هذا الكيان
فرصة كبيرة جدا لهذه القوة اللي موجودة في المنطقة انها تستغل هذا الكيان علشان تحقق بعض المصالح. نقطة تانية ان الكيان ده بتشكيله الحالي ربما ما يكونش خطر، ولكن في المستقبل نتيجة التعقيدات اللي موجودة ونتيجة ضعف الدولة، الدولة مؤسساتها بتضعف مع الوقت، مفيش اي تأثير ليها ومفيش مكان بيفضل فاضي. حضرتك مؤسسة القوة اللي هي الجيش كادت أوضاع تانية وابتدت تعمل أشياء تانية، فبالتالي أنت محتاج تملأ هذه المساحة بتشكيلات معينة، وأحد التشكيلات هي التشكيل ده وتشكيل نخنوخ. هو ليه عمل تشكيل من البلطجية، شبكة من البلطجية وبيعظمهم؟ لأنه بيحتاج لهم في وقت ما، والدولة نفسها بيحصل لها تفكك، فالمؤسسات دي غصب عن الكل بتملأ هذه المساحة الفارغة. فالأرجاني نموذج لميليشيا محتملة، نموذج لقوة موجودة في المجتمع ممكن استخدامها من تيارات مختلفة في الداخل والخارج لتحقيق بعض المصالح. دولة ضعيفة، دولة مؤسساتها ضعيفة، دولة كمان محتاجة لهذه القوة اللي موجودة، التشكيلات اللي موجودة علشان تحقق بعض المصالح ليها. فبالتالي هو الآن في موقع قوة، دولة محتاجة له، وأيضا أطراف إقليمية ممكن تستخدمه علشان حقق بعض المصالح. وصلت. وجوده أو دخوله داخل موضوع معبر رفح يثير كثير من الشكوك والكلام حوالين عمق تأثيره وقدرته على التعامل مع القوى المختلفة في المنطقة، والكل الأحل علشان يطلع من أزمة معبر رفح على سبيل المثال. أنا هاخد معبر رفح اللي حضرتك اتكلمت عليه وأسأل الأستاذ أحمد، مهندس أحمد، في موقع ميديا الإس مونيتور قال إن العرجاني قد يلعب دورا في إدارة المعبر مع شركة أمريكية التي يهدف لها الأمريكان بأن تتولى الشركة إدارة المعبر من ناحية القطاع، يعني هكذا ذكرت موقع ميديا الإس مونيتور. إلى أي مدى أو كيف قرأت هذا التصريح يا دكتور يا باشمهندس؟ يعني هذا التصريح بيأتي ضمن تصريحات متعددة مرتبطة بغياب الرؤية الإسرائيلية لكيفية إدارة ملف معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يعني نتنياهو هو بيشدد أن عنده ثابت ألا تدير حماس يعني أو أي مؤسسة مدنية تابعة لها المعبر من الجانب الفلسطيني، هذا هو ما يرفعه كشعار. طب ما الذي ينبغي فعله؟ هذا الكلام هو لم يحدده، وهناك تخبط فيه الإدارة الأمريكية، بعض الأطراف بتدفع باتجاه السلطة الفلسطينية من خلال قوى أمنية تكون تابعة ليها هي اللي تدير المعبر. أيضا في تصريحات في الإعلام الأمريكي حول طلب إسرائيلي من السلطة الفلسطينية أن قوى أمنية تكون تابعة للسلطة، بس دون أنها هي تقول أنا تابعة للسلطة، عشان ما يقولش أنه في النهاية سلم هذا المعبر للسلطة تشرف على القطاع. وهذا جاء في وول ستريت جورنال، ولكن السلطة رفضت تريد أن يكون وجودها رسمي. هناك الخيار الآخر أو بعض البدائل، بعضهم يطرحوا فكرة شركة خاصة أمريكية أو الاستعانة بالعرجاني، فكلها ما زالت في مساحة البدائل. أنا عن نفسي أميل أن خيار السلطة الفلسطينية قد يكون هو الأرجح، في ظل أنه هو مقبول عربيا ومقبول أمريكيا، هو مرفوض إسرائيليا من نتنياهو ومن ائتلافه الموجود، لأن ده بيعطيه قدر من الشرعية وقدر من الأمان أكبر. النهاردة ما يجي يقول هي في شركة أمريكية هتيجي تديره، هتديره بعناصر محلية أم عناصر أجنبية؟ طب العناصر المحلية لو ليست من حماس وليست من السلطة هيجيبها من المريخ، لازم هيكون من المجتمع، فهيكون صعب إيجاد هذا في ظل القوى المجتمعية الموجودة في غزة، والأمريكان مش هيجوا بنفسهم هم يديروا المعبر، فده خيار صعب. قلنا للعرجاني يكون له دور في الجانب الفلسطيني، أنا ظن ممكن تبقى له مساحة، إنما إن هو يشرف بنفسه على الإدارة من لا مساحة، بنتكلم على مساحة، هم تحدثوا عن مساحة وليس إشراف. نعم في المرحلة السابقة هو دوره تحت مظلة الأجهزة الموجودة في الإطار المصري ودوره في الجانب المصري، إنما إنه يشرف عليه في الجانب الفلسطيني ويتسلمه حقيقة ده هيكون صعب، لأنه هو يضعه في مواجهة. لا هو هيبقى شغال تحت أمبريلة الشركة الأمريكية، هكذا يعني ذكروا في الموقع يعني. لكن لفت نظري في كلامك حاجة يا أستاذ أحمد، الجانب الفلسطيني على الأرض وينصف ويشرف، قوى المقاومة الموجودة إذا لم يكن هذا الأمر بتفاهم وتوافق معها هتعتبره طرف خارجي وهتستهدف، ففرض هذا الأمر بالقوة عليهم هيكون شيء يعني فرصه صعبة. صعب. أنت قلت دلوقتي أن السلطة الفلسطينية مرفوضة من نتنياهو، ولكنها مقبولة من أمريكا ومقبولة من مصر، ما يعرفش نسيت أنك تقول برضو أو متهيألي أنها أيضا مرفوضة من قطاع غزة، يعني السلطة الفلسطينية مرفوضة من سكان غزة. لا يعني لو تم إيجاد نوع من أنواع التفاهم الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وترتيبات معينة يمكن وجود لصيغة حل. يعني احنا شفنا في اجتماعات بين الفصائل تمت في موسكو وتمت في بكين، قبل ذلك في الجزائر،
من اجل ايجاد نوع من انواع المصالحه والتغيير في بنيه منظمه التحرير والتفاهم فيما يخص الحكومه في غزه و لا بس شفنا برضو دور الحكومه في القطاع في الضفه الغربيه او في رام الله، شفنا ان دورها شرطي اسرائيلي وهكذا، لن يقبل الغزاويه ان وجود شرطه اسرائيليه بملابس فلسطينيه. المعبر بتفاهم ضمني كبديل لان يبقى في احتلال اسرائيلي او كده، يمكن ان هي قضيه تكون محل نقاش في الكلام. ممكن. طيب باشمهندس عمرو، في ظل الكلام عن رصيف بحري في قطاع غزه، دكتور عمرو انا اسف، البعض راى ان الميناء ده قد يشكل نقطه خلاف مع مصر، وخاصه انه يعني في سعي امريكي لايجاد المعبر. ايضا اتحاد القبائل ذكر بانه لابد من ايجاد معبر بديل حتى يتم حل مشكله المعبر. الى اي درجه تعتقد انه في توافق ما بين الاجنده الامريكيه واجنده العرجاني في حكايه المعبر البديل دي؟ وانا اعتقد يعني العرجاني ملوش اجنده بشكل سياسي كبير بهذا الشكل، يعني هو يعني حتى الان بيشتغل تحت مظله الاجهزه الامنيه المصريه كويس، واعتقد في نفس الوقت بيحاول يبني شبكاته الخاصه وعلاقاته الخاصه ويعمل توازن القوى بشكل ما. يعني انا ارى ان النظام المصري له هدفين محددين، اولا انتصار الكيان الصهيوني في المعركه والقضاء على المقاومه، ده الهدفين، وبالتالي اي حاجه قادره على انها تساعد في تحقيق الهدفين دول هو هيكون معاها وبيسندها. نيجي للسؤال، هل الرصيف البحري المزمع إنشاؤه هيساعد في الأمرين دول؟ نعم هيساعد في الأمرين دول، لأنه هيبقى نقطة المعونات أو أي مدخلات لغزة، فبالتالي تبقى تحت السيطرة، فده هيقود من سلطة من قدرة المقاومة، وفي نفس الوقت هيدي نوع من الانتصار المعنوي للصهاينة. فأنا الحقيقة ما شفتش أي حاجة حقيقية من الاعتراضات المصريه على كل اللي بيحصل في معبر رفح مهما كان في قطاع غزه على مدى السبع شهور اللي فاتوا اطلاقا، ولم يعترضوا على اي شيء بيحصل حتى لو الاعتراض على الورق، لكن في النهايه في تنسيق امني وتنسيق استخباري وتنسيق يمكن حتى عملياتي على مستوى الارض في الحرب الدائره حاليا. وبعدين مصر ما عندهاش مشكله انها تستغنى عن تيران وصنافير وعن راس جميله اللي هي المقابله لتيران وصنافير لنفس الدوله، وكان انت بتسلم كل المضيق للدوله ثانيه يعني. فبالتالي انت وما عندوش مشكله في انه يقطع شويه من ميه البحر المتوسط دي ليونان عشان تركيا، وما عندوش مشكله يسيب معبر يسيب النيل، فما عندوش مشكله يعمل رصيف بحري. ده اكتر كمان انها هتحقق جزء من طموحاته في القضاء على فكره المقاومه، لان دي فكره خطيره جدا. بس دي هتبعدك يا دكتور عمرو، معلش، بس هتبعد هتقلل من دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية. لا مصر حاجة الوكيل الحصري للمفاوضات من الأمريكان داخل المنطقة. طيب لو مصر مش موجودة مين اللي هيبقى مسؤول؟ أولا مصر ليها حدود كبيرة مع الصهاينة، والنظام المصري والنظام الأردني بيمثلوا المخدات الحامية للكيان الصهيوني. النظام الأردني ليه بعض مشاكله، ويعني عدد قليل وناس معظمهم فلسطين، فصعب يتدخل في الملف، لكن مصر هي تفضل دائما مهما حصل هي دولة محورية مركزية في الصراع، أولا لأنها متوافقة مع الإرادة الصهيونية لحد كبير، وبالتالي دور والفلسطينيين برغم كل ده لا يستطيعوا الاستغناء عن الدور المصري، ما لا يعني خلاص هي المنفذ الوحيد ليهم، فبالتالي هتفضل موجودة. الرصيف البحري يمكن يقلل شوية، لكن في النهاية في أي صراع أو أي مشكلة بتحصل لازم أعتقد الأمريكان والنظام الغربي كله بيلجأ لمصر عشان تحل الأزمة، لإدراكه الكامل أنها دايما هتكون في صالح الجانب الصهيوني، مش في أزمة يعني في وجود مصر كوسيط دائم في أي صراع بيحصل داخل فلسطين. طيب بشانس أحمد، تصريحات ظهرت لمصطفى بكري نقلها موقع مصراوي، قال فيها ان اتحاد القبائل لن يقتصر على سيناء ولكن سيكون له مكان في كل المحافظات وسيتم معاملته معامله الجمعيات الاهليه، وهو قال التصريح ده في اكثر من مكان ونشر، يعني كيف تفسر هذا التصريح؟ انا شايف ان الوضع او النظام الحالي ليس له ظهير شعبي. فكره هرجع تاني للحقبه الناصريه، فكره هيئه التحرير او منظمه الشباب
او الاتحاد الاشتراكي او المنابر الحزبيه في عهد السادات اللي تحولت لحزب مصر ثم الحزب الوطني، كان هدفها دائما ايجاد ظهير شعبي ورديف شعبي يتم تحريكه في وقت الحاجه للدعم والاسناد، او حتى انه يبقى ضد اي حراك اخر شعبي لابداء ان في شعبيه للنظام. الدور ده بنسبه كان مثلا في محاوله ان حزب مستقبل وطن وبعض الاحزاب تؤديه، ولكن لم تؤديه بالشكل المرجو. ظاهره او موضوع القبائل العربيه فيها قدر من العصبيه القبليه الموجود اللي يمكن التحشيد من خلالها، وفي تجربه من الشراكه تمت في سيناء بشكل معين، فيبدو ان بعض الاطراف شايفه ان ده يمكن تعميمه على مستوى البلد وتوسيع هذه التجربه. ولكن انا يعني في جانب اخر برى ان هذه التجربه لن تكون طويله الامد، ولان هي هتثير حساسيات اجهزه اخرى واطراف اخرى داخل المجتمع. يعني انا لفت انتباهي مثلا تصريح دكتور عماد جاد كان سابقا وهو يعني وثيق الصله بالكنيسه والمؤسسه الكنسيه في مصر، اللي اتكلم فيها وحذر من الاتحاد باعتبار انه هو يعني يمثل تهديد لما وصفه بين قوسين المصريين الاصلاء، والاتحاد بيعبر عن دخلوا مصر سنه 642 ميلاديه. فهذا هذه النظره ان هذا الاتحاد هيكون ضد المؤسسه الكنسيه او ضد الاقباط، او انها ترى في تهديد وتخوف، وان يبدا تنميه وتعزيز المخاوف الطائفيه والمخاوف الجهويه والمخاوف القبليه، قد يؤدي ان يبقى في تخوف من تعميم هذه التجربه وتعميقها بالشكل اللي ممكن بتدفع فيه بعض الجهات. انا طبعا ليه يعني اؤكد على نقطه ان الموضوع ما زال وليد، هذا الشيء الوليد وهذا الكيان الوليد قابل ان هو يتطور ويكبر زي ما مصطفى بكري بيشير، مقابل ان لا، ان عوامل اخرى وكوابح اخرى توقف هذه التجربه وتكبح نموها، لان ترى ان ممكن يبقى في تداعيات وسلبيه على بين قوسين الامن الداخلي والامن القومي المصري الى اخر هذه السرديه. فهي تجربه تحتاج لمتابعه وترقب، هل هتزداد ولا هتتراجع، وبالاخص ان في اقاويل حاليا ان في بعض التدخلات ضد لكبح هذه الظاهره من طرف بعض المؤسسات. فالشاهد ان انا شايف العنوان الرئيسي هو ايجاد ظهير شعبي، لما هنيجي نعوز مظاهرات ضد كذا هو قادر على الحشد والتحريك، هنعمل مؤتمر جماهيري هو قادر زي من بضعه ايام على حشد رموز القبائل، وكل رموز ووجهاء القبائل والعائلات لديهم يعني شبكه ممتده ومؤثره من العلاقات المتداخله بيقدروا ان هم بيحشدوا من خلالها. فقد يكون ده هو الهدف، في ظل ان نتذكر مع بدايه الحرب على غزه كان دايما في تهديد باستدعاء الفعاليات الشعبيه وباستدعاء الجماهير وبتحريك الجماهير الى غير ذلك، وفي ظل ضعف الاحزاب السياسيه، ضعف قدرتها على الحشد وتراجع قدره مؤسسات الدوله على تحريك الجماهير بشكل مباشر، اللي هم موظفين مثلا القطاع العام، احنا عندنا في توجه خلال السنين الاخيره لتقليل عدد العاملين بالقطاع العام، اللي كانوا عهد مبارك 6 مليون، في سياسه معلنه اللي هو التوجه لتقليلهم ان هم مثلا يبقوا العدد النموذجي يبقى مليون، فبالتالي هذا القطاع اللي كان بيمثل لو في اشكال بيتم حشد موظفين في المؤسسات الحكوميه وانزالهم الشارع، هذا القطاع بينخفض جماهيريا، والاحزاب المواليه غير قادره على، ليس لها شعبيه ولا جذور ممتده في المجتمع، فبالتالي مهم تكون في ظهير شعبي للنظام. هذا الظهير تؤسس مثل هذا الاتحاد، يؤسس على انه جمعيه يكون له قدره على حشد الجماهير لابداء ان في ظهير مجتمعي موجود بأي سياسه. بشكرك جدا دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، بشكرك جدا الاستاذ احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه. دكتور عمرو بتقول حاجه؟ يعني تعليق اتفضل انا اسف جدا. يعني في فرق بين الستينات والان، الستينات كان المؤسسه بتنشا من السلطه وبيجمع الناس عليها. الان المؤسسه موجوده اصلا، في ترابط اجتماعي موجود في المجتمع والسلطه بتحاول تستفيد منه، ده ربما فارق خطير. يعني لا معلش تاني كده دكتور عمرو، معلش قوله تاني. يعني في الستينات الدوله كانت السلطه كانت بتنشئ المؤسسه وبتجيب افراد او مؤسسات ليها، يعني هي برضو المركز. لكن الوضع الحالي ان في مجموعه من القبائل موجوده اصلا في المجتمع مترابطه بشكل ما، والدوله انشات منهم يعني مؤسسه. في هناك فرق. بشكرك دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري المصري، المهندس احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه للدراسات، بشكرك جدا.
بهذا اللقاء المفيد الحقيقة مع عقليتين، والله الواحد بيصعب علينا العقلية دي تبقى برا مصر، سواء المهندس أحمد مولانا أو الدكتور عمرو عادل. كان مفروض مصر تستفيد من هذه العقول ولو حتى استشارية، يعني مش بمناصب، إنما المتصدر الشاشة في مصر دلوقتي هو الرديء. باللقاء ده انتهت حلقة اللادي، إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامج. مش غدا ولا أنا بقول غلط؟ مش بكرة الخميس؟ بكرة محدش في الكون. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.